مهتما جدا انه ينزل سواء كان نظري او سواء حتى كان كيميكال. يعني في حاله من الحالات اللي احنا بنشوفها مع بعض كيميكال، وبين الحالات اللي برضه بتنزل كتير جدا في المالتيبل ستيشنز هي حاله الاتوميكال. انتوا فاكرين فيلم علاء ولي الدين كان ميخا ده اللي جاب لي ضرب ده حاله اتوميكال؟ يعني شكلهم بيبقى مميز جدا، ولكن مع الاسف الغضب مش بيعترف بموضوع الشكل. لا، احنا بنتكلم على ان اللي بيموت الحالات دي كارديوفاسكولار كومبليكيشنز اند مالجنسي. يعني الموضوع اكبر بكتير من انه جاست فقط تغيير تغييرات في الملامح. عايزين نعرف اجابه موضوعاتنا النهارده. يا ترى واحد، ايه سبب الاكروميجن؟ نمرة اثنين، ايه الاعراض اللي هيجيلي بيها العيان بتاع الاكروميجالي؟ ثم فهم الانفستيجيشنز لانها لازم تتفهم. ازاي اثبت ان العيان بتاعي ده اكروميجالي؟ واخيرا ازاي اعالجه؟ ثم ياتي السؤال، لو الجروس هرمون زاد، يعني الحاله بتاعتنا فيها ازاز جروس هرمون قبل البيوبرتي، يعني قبل العظم ما يقفل، هل يا ترى هتبقى حاله اكروميجالي ولا هيبقى فيها حاجه ثانيه؟ ده اللي عايزين نجاوب عليه مع بعض دلوقتي ان شاء الله. الخطوه الاولانيه اللي عايزين نتكلم فيها هي ايه اللي خلى الجروس هرمون يزيد؟ هو ده السؤال. مع ان في فيدباك، يعني احنا قايلين ان الانتيريور بيتيوتري هتطلع الجروس هرمون، واتفقنا ان الجروس هرمون ده هيشتغل على التيشوز بتاعتنا سواء العظم او غيره يطلع اي جي اف 1. وليه بتوليد اكشن؟ زي ما اتفقنا انه دايابيتوجينيك لايبوليتيك تفقين ان بوستيف نيتروجين بالانس، واتفقنا ان اللي بيعمل فيدباك انيبيشن على فوق على الهايبوثالامس هو الاي جي اف 1. فالعمليه يا اولاد ويل كنترول، يعني انا حاكم نفسي، جروس هرمون زاد شكرا لا تزودهاش اكتر من كده، في فيدباك توقفه لان الخليه اللي فوق فيسيولوجيكال سيل، يعني السوماتوتروف اللي هنا is a normal physiological cells تستجيب للستيمولنت فتطلع جروس هرمون، وتستجيب للسبريسور فتبطل انتاج. انما اللي هيحصل عندنا هنا ان هتتكون ادينوما، الخلايا بتاعتنا السوماتوتروف واحده منها تتجنن وتبتدي تتكاثر وتكون كبسول. اصبحت عندي ادينوما. الادينوما دي الخلايا اللي فيها is not a normal cell is not a physiological cell it is a tumor cell، وبالتالي هتطلع كميات مهولة من الجروس هرمون. طبعا ده هيطلع كميات رهيبة من الـ IGF-1، يحاول يعمل لها نيجاتيف فيدباك تقول له العبيط اهو انا مش normal cell I'm not going to be suppressed. يبقى اصبح عندي هنا كميات خرافية في الدم من الجروس هرمون والـ IGF-1 ومفيش فيدباك انهبيشن، دي عماله تطلع على طول لان الخلايا دي ايه؟ ابنورمال سيل، ادينوما سيل، لم تستجيب للفيسيولوجيكال سبريسور. يبقى اول احتمال واهم احتمال وده اللي يتحفظ ان في ادينوما، ماكرو ادينوما، يعني اكتر من 10 مللي. يبقى كلمه ماكرو ادينوما اكتر من 10 مللي، مايكرو اقل من 10 مللي، وهنفهم اهميتها. هنا اولاد اهم سبب زي ما اتفقنا دلوقتي وجود ماكرو ادينوما طالعه بالسوماتوتروبس ده اللي عمل اكروميد. في احتمال نادر تاني ان يكون من فوق من الهايبوثالاموس بيطلع جروس هرمون ريليزنج هرمون بكميات مهوله، وبالتبعية هيطلع جروس هرمون كتير، جروس هرمون كتير ده هيشتغل يطلع اي جي اف 1 كتير يكبر العظم ويكبر الانسجه انت اتس نوت جوينج اولسو تو بي سبريسد. يبقى الاحتمال الاقل والنادر اكزيست جروس هرمون ريليزنج هرمون ادى الى اكروميجاز. الاحتمال الثالث وده ضعيف جدا 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 ان يكون في تيومر زي البنكرياس، والتيومر بتاع البنكرياس ده راح مطلع عندنا ما يسمى بجروس هرمون ريليزنج هرمون بس الكوميك برودكشن ادى الى حاله اكروميجاز. يبقى هنا لدرجه ان في عندنا ترم مهم جدا اسمه بنكرياتيك اكروميجن، يعني الملامح اتغيرت بان في تشومر موجود جوه البنكرياس
بيطلع جروس هرمون ريليزنج هرمون، ده بنسميه بنكرياتيك اتروميجالي. ارجوكم في كل اللي بتفرق من دلوقتي في جميع الاحوال وفي اي امتحان محترم، لما اجي اقول لك الكوزز اوف جزع ما تصدرنيش الهيافه في الاول. الموست كومن اند ذا موست سيريس. يبقى لو جيت قلت لك في اي امتحان، امتحان معادله مثلا، ايه الكوز اوف اتروميجالي؟ رحت قايل لي بنكرياتيك اتروميجالي، اسمه حلو وجميل، وجبت لي بعد كده ادينوما وزياده الهايبوثالاموس الجروس هرمون، هسقطك بس بره في احترام، يعني هبتسم في وشك كل حاجه واسقطك، انما هنا بعد ما تتجرس ما بسقطك. فبالتالي لو سمحت دايما خلي الموست كومن والموست امبورتنت. از كبير يا شباب؟ يبقى هنا من اساس الطلب. طب ايه اللي خلى الهايبوثالاموس طلب جروس هرمون؟ نوع من انواع التيومر سيل والجينيتيك ميوتيشنز. خد بالك احنا بنعتمد على حاجه اسمها سايكليك اي ام بي. لو حصل هنا جينيتيك فورميشن ادى ابنورماليتي، ادى الى اوفر برودكشن اوف ذيز ماتيريال، هتؤدي الى اوفر برودكشن اوف هرمون. مش شرط يكون ادينوما، ممكن يكون اوفر برودكشن لجينيتيك ميوتيشن جوه الخليه نفسها، خليتها تشتغل اوتونوموس. يبقى هنا اولاد عرفنا دلوقتي اسباب الاكروميجالي اللي اهمهم ماكرو ادينوما او تنتيلو بيتشيتش. دلوقتي بقى عايزين نعرف الجروس هرمون اللي زاد وبالتبعيه زود الاي جي اف 1 وعمل ميتابوليك اكشن، يا ترى العيان بتاعي هيجيب ازاي؟ هنحفظه من فوق لتحت، وده اللي هنطبقه في الكلينيكا لما نجيب الحالات. اوكي؟ يبقى هنحفظه من فوق لتحت. اولا حضراتكم عارفين السله التيرسكا اللي فيها الانتيرو بيتشوتري، عباره عن كلينويد بروسيس انتيرو وبوستيريور سفينويدال اير ساينس، وهي موجوده من هنا وفي الدافراجما سيل فيها معدي منها البيتشوتري ستوك. اللي حصل عندي هنا الادينوما بقت جديد، ده زود الانترا سيلر بريشر. زود ايه؟ جوه السله تيرسكا زود بريشر، وده هيدي ريفرد هيديك باي تمبرال. ده العيان جاي صداع مفرتك الحتتين دول، ده في الاول. بعد شويه اولاد التيومر لما يكبر هيكسر الكلينويد بروسيس، يبقى التيومر هيروح جاي كاسر دول وممكن يكسر دول، فالتنشن جوه السله تيرسكا يقل. زي ما احنا قاعدين في الاوضه دي نيجي عايزين ننتقم من عاطف نكسر الحيطه دي والحيطه دي، الدنيا هتوسع علينا. فبالتالي بعد شويه يقول لك يا دكتور ده بعد كام شهر كده الصداع الحمد لله اتحسن. هيستمر الجروس تاني بتاع الادينوما لدرجه ان الصداع بعد كده هيرجع جنراليز بسبب زياده الانتراكرانيال تنشن از هول. يبقى بدايتنا باي تمبرال هيك، صداع هنا يقعد فتره نتيجه زياده السيلر بريشر. لما التيومر يكسر الكلينويد بروسس التنشن يقل، يقول لك الصداع خف. بعدها بقى بكام شهر يكون التيومر كبر اكتر فزود الانتراكرينيال تنشن، بقول لك يا دكتور الصداع رجع لي تاني بس بكل رواسيه. ده اول ايتم عندنا في الاكروميجالي، وساعات ده اللي بيجيب العيان الصداع. يبقى دي رقم واحد. رقم اثنين، زياده الجروس هرمون هنا هتكبر دول، فهيبقى في بروميننت سوبرا اوربيتال ريجز، يعني تيجي تلاقي الفور هيد كده وتلاقي دول طلعوا عليهم، بصوا لقدام. Prominent supraorbital ridges, enlarged nose, enlarged ears, enlarged lip. يبقى التتابع كما يلي: صداع باي تمبرال، بعدين يبقى ريليف، ثم يرجع جنرالايز. Prominent supraorbital ridges، زيادة الـ IGF1 خلى العظم يتكاثر، فالعظم مفيش مجال يطلع لفوق، هيروح متقوس له. يبقى حصل ايه؟ prominent supraorbital ridges, enlarged nose, enlarged ears, enlarged lips. خلاص؟ ملامح الوجه بتتغير. وخدوا بالكم من نقطة مهمة جدا. في مرة جالي عيان هنا كلمني، كان جاي من العريش. وانا عايز اجي لحضرتك، قلت له انا حياتي حد وثلاث، قال لي انا مستعجل عشان انا مسافر العريش، وطبعا في حظر هناك ومطلعين بيتين وطالع جاي يعني. فجبته هنا، نفس المكان ده. طبعا العيان اكروميجالي بينطق يعني. فقال لي كلمه مهمه ناخد بالنا منها. قال لي على فكره انا ما عرفتش حاجه غير ما بالصدفه جالي واحد صاحبي كان مسافر السعوديه بقاله فتره طويله، فقعدت وسلمت عليه ما عرفنيش.
بعد كده بقول له ايه ده انت مش عارفني ده انا حسام. التغيير التدريجي في الملامح ممكن المخالط فيه ما يحسش بيه قوي. مفهوم يا اولاد؟ طبعا نرجع تاني لتغيير ملامح الوجه. كتير قوي من الستات بيلحظوها دي بدري، يعني تقول لك ايه، وطبعا ده بيبقى منظر يضحك ما بيعرفوش غير احنا بتوع الاندوكراين. يعني ساعات تبص في المرايه تلاقي مناخيرها كبرت، تروح ايه نقطه في كرشه وهو نايم، معروف مين طبعا، تقول له فتحه مناخيري بتكبر. طبعا هو يعني هفتحي عليه برزقك يا مين، يعني ولا اتجننت ولا ايه. يقنعها ان دي هلاوس واستعيذي بالله وتفضلي نام. تنام تاني يوم تنط في كرشه تقول له طب والله العظيم بتكبر من امبارح للنهارده كبرت. طبعا بيروح واخدها، لو خدها الدكتور بطنه وقال له بص المدام بتقول ان فتحه مناخيرها بتكبر، هقول له بص هي تعبانه نفسيا شويه، خدها في الصحه، خدها في الصحه، خدها في جرح سايكاتري. احنا طبعا اول ما حد يقول مناخيري برطشت ده تبعنا هدوم على طول. مفهوم يا اولاد؟ يبقى هنا مهم قوي. بس طبعا في كتير ناس مناخيرها كبيره خلت ربنا، وانت في الشارع تبقى ماشي تقابل حد عيل تقول له خد يلا انت ابن فلان، اشمعنى؟ عشان التريد مارك بتاع العيله. هنا دي حاجه مكتسبه، عشان كده دايما لما بنحب نتاكد ان دي مش حاجه خلقيه دي حاجه مكتسبه بنقول له هات صوره قديمه وانت صغير، ونقارن نسبه المناخير للوش ونسبتها دلوقتي. طبعا كبر والاثنين كبروا بس النسبه والتناسب بيفضلوا ثابتين، فهنا نلاقي ان مناخيره فعلا نسبتها للوش كبرت، يبقى دي حاجه اكوايرد. بنفكر على طول في الاكروميجالي. هو لو شخص كبير ازاي اصلا يكون بيكبر؟ زي ايه؟ بيعرفك، ما خد بالك. يعني انا بالنسبه لي مثلا الصوابع كاكزامبل اسهل، يعني مش هتطول، زودت عقل هتعرض، عشان كده ايده هتلاقيها عريضه جدا. يبقى انا ما عنديش مجال لطول لان انا قافل العقل كله هيعرض. يبقى عندنا باي تمبرال هيك ريليت ثم يرجع جنرالايز برومينانت سوبرا اوربيتال ريجنز انلارجد نوز انلارجد ايرز انلارجد ليبس. اوكي يا شباب؟ عظيم. ما حدش يقول لي نيوماتيزيشن اوف ذا فرونتال اير ساينس، لان دي اكس راي فايندنج. يعني لما بيكبر العقل بيتقوس بتاع الفرونتال ساينس، فبيكبر حجم الفرونتال ساينس، لما اجي اعمل له اكس راي الاقي هواء كتير جوه الساينس، اقول نيوماتيزيشن اوف ذا فرونتال اير ساينس، يبقى دي اكس راي فايندنج. مش انا وانا ببص بعيني كده اقول اه ده عنده نيوماتيزيشن اوف ذا فرونتال اير ساينس. مفهوم يا شباب؟ دي واحد. نعم. ليه؟ لا في مش في العظم، في الساينس نفسه الفرونتال اير ساينس لما يتقوس مليان هواء، فلما بصوره اكس راي بلاقي السواد كتير يبقى الهواء كتير، فبقول نيوماتيزيشن اوف ذا فرونتال اير ساينس، لكن ده ما بشوفوش بعين، يبقى الاكسبريشن ده اكس راي مش اكسبريشن كلينيكال. انا فقط بقول برومينانت سوبر اوربيتال ريجز انلارجد نوز انلارجد ايرز انلارجد ليبس مقارنه بصوره قديمه. مفهوم؟ حضراتكم طبعا عارفين ان احنا في الامتحان بعد خبره سنين بنبقى عارفين انتوا بتقعوا في ايه، لدرجه انك ساعات هتلاقي الاكزامينر وانت بتتكلم بيبص كده، ممكن يكون بيبص في الموبايل بس في لحظه معينه بيعمل لك كده، وانس ان هو لف عليك يبقى انت داخل على الحفره المتغطيه. الحفره دي الدرب فيها كام عبيط؟ كتير جدا، فاحنا عايزينك تعرف هتاخد بالك ولا لا؟ فوانس ان الباب هتليك احصر احصر. بنبقى عارفين تماما اكتر حته هتنسوها وهنور لها رد حمراء العينين. العينين خد بال حضرتك اللي موجود عندي هنا في الحته دي الاوبتيك كازما، الاوبتيك كازما دي كاستين فايبر، وبالتالي لما يحصل ان الادينوما دي اذا طلعت لفوق، شكرا يا ولد، اذا طلعت لفوق هتضغط على ايه؟ على الليزر فايبر. حلو. طبعا هي السكينه عشان تطلع تروح قطع النو تايم، هي الاول هتضغط تقطع اللور فايبر من الديكاسيشن، فيبقى الاول سوبيريور كوادرانتك انوبيا، يبقى في سوبيريور كوادرانتك انوبيا، الحته دي والحته دي من فين تروحوا؟
لما تكمل وتقطع كل النيزال فايبر يبقى كومبليت باي تمبرال هيمي انوفيا، يبقى ماشي كده. عارفين بنعرفها ازاي؟ هو ماشي كده. فلو في اتنين هنا هو شايف الجاب اللي ما بينهم بس ما شافهمش، فهو ماشي بالخط الناس. لانه شاف السبيس اللي ما بين الناس بس ما شافش الناس كويس، وهو خارج من باب شاف الفتحه بس ما شافش جنب الباب. فعشان كده اقول لك لما بعدي من الباب بتخبط في حد الباب، وانا ماشي في الزحمه بخبط في الناس، فببقى عرفت اللي عنده بالتمبرال هيمي انوفيا. وفي الاكزامينيشن بتاعنا لازم نعمل كونفرونتيشنال تيست، فاكرينه بتاع الرمض؟ وهناخده في كلينيكال تاني. يبقى هنا النقطه اللي بتتنسي هي الفيلد افكت على مستوى بكالوريوس. نبقى كده سوبير الكوادرانتك ثم باي تمبرال. لما تكبروا شويه وتجيلنا هنقول لك ان الجوتال تيومر كان برودوس اي تايب اوف فيلد افكت، يعني ممكن يبقى في انوبيا، ممكن يبقى في سكوتوما، اي افكت ممكن يكون موجود في الجوتال. يا اولاد يبقى تاني الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا باي تمبرال ايه؟ هيدك يبقى ريليف وبعدين يرجع جنرالايز بروميننت سوبر اوربيتال ديجست لارج نوز لارج تيز لارج تيز. واتفقنا ما ننساش ايه؟ فيلد افكت عظيم. بننزل بقى كمان خطوه حضراتكم وانتوا قاعدين دلوقتي، سنانكم اللي فوق قدام اللي تحت ولا وراها ولا عليها؟ طبعا قدامها، ده منطقي. يبقى الابر تيث بتاعتكم قدام اللور كلكم كده. حلو، هيحصل ايه بقى هنا؟ العظمه بتاعت اللور جو موبايل المانتيكول، فهيكبر لقدام اكتر. فلما تيجي تقول العيان وريني اسنانك يعمل لك كده، تلاقي اللي تحت بقت قدام اللي فوق. وده كمان لما كبر في العقل حصل ايه؟ دي السيبريشن، السنان بعدت عن بعضها. فاجي اقول لك يا دكتور انا ما بعرفش اكل، ما بعرفش امضغ الاكل، لان الاكل بيقع ما بين السنان وبعضها في الفراغات. جو كبر عمل بروجنافيزم، التيس سيبريتد عن بعض عملت مشكله في المد، وكمان السوكت بتاع السنان بيوسع، فعشان كده السنان هيحصل لها ايه؟ تتخلخل وتقع. وعشان كده لو قلت له وريني اسنانك هتلاقي اللي تحت قدام اللي فوق، السنان سيبريتد عن بعضها وفي تيب بص. يعني بروتروجن فورورد بروتروجن اوف ذا مانديبل بنسميه بروجنا فيزي، بنسميه بروجنا فيزي. الحاجة التانية بقى اللسان يتضخم under the effect of IGF-1، لسانه يكبر قوي لدرجة انك لما تقوم تطلع لسانك تلاقي لسانه ضخم جدا. الاورال كافيتي كبرت لكن اللسان سوب تيشو هيكبر اكتر، فهيبقى مزنوق جوه بقه. فعشان كده لما هيطلع لسانه ده هنشوفه على العيانين، هتلاقي السنان مطبوعة على جناب اللسان، امبريشن عاملة انطباع على جنب اللسان من كتر ما اللسان قاعد محشور جوه، فبنلاقي فيه تيف امبريشن، نلاقي السنان طبعا عامله برينتنج على السايد اوف ذا تانك. يا شباب اهميه اللي انا بقوله ان احنا في امتحاننا اوستي مالتيبل ستيشنز هيجي يقول لك اكزامين ذا فيس ان ذيس بيشنت، يبقى انت عارف لازم تعرف انت بتدور على ايه وبتعمل كومنت على ايه. طبعا مفيش حد هيشوف هيدك، ده هيبقى هيستوري. انما البروميننت سوبر اوربيتال ريجز اللارج نوز ايرز ليبس هتشوفه. ما تنساش كونفرونتيشنال تيست، وريني اسنانك بروجنسيس سيبريتد لوست، طلع لسانك، اللسان هيبقى ضخم جدا وعلى جنابه في الامبريشن بتاع التيز. في حالة نادرة مش موجودة في عيان كرونيك عندنا، احنا عندنا كمية عيانين كرونيك اكروميجالي فل، ولا واحد فيهم الحتة اللي هقولها سكروتال تانك. يعني بعض الناس لما يجي يطلع لسانه هتلاقي اللسان فيه فيشرز كتيرة جدا متصورة عندكم في الورق. الفيشرز الكتيرة ده هي خلت التانك عامل زي السكين اوف سكروتم، فبنقول عليها سكروتال تانك. مفيش ولا عيان عندنا عنده الحكاية ده. يا شباب عظيم كده خلصنا من الحته دي. ننزل تحت في النك، حاجتين بيحصلوا، حاجه من جوه وحاجه من بره.
من جوه اللارنكس هتكبر، اللارنكس صندوق الرنين بتاعنا هيكبر، وعشان كده الصوت بيتغير، مش هيبقى هورسس، مش هيبقى مبحوح، هيبقى هاسكي او هولو. يعني ايه هاسكي او هولو؟ اجش. عارفين يعني ايه اجش؟ يعني اتخن باللغه العربيه الفصحى. بمعنى اخر ان لو ست ده صوتها قريب من الرجال، انا في عندي عامه بره ما بعرفش اللي هي ست، اول مرتين جت لي مش عارف ليه ست، صوت رجالي رجالي وهي بتتكلم اللغه بره، الصوت بيبقى اجش اتخن. ولو راجل صوته برضه يبقى اتخن مما كان عليه. فاكرين صوت علي الشريف الله يرحمه الممثل ابو دومه في شركه حشيشه سعاد؟ ابو دومه ده على فكره كان رئيس بنك، ده كان مدير بنك على فكره، وكان اخوه دكتور حسنين الشريف رئيس اسم نيو عندنا. فهنا الصوت كان تخين، صوت الراجل العادي هيبقى زي كده، وصوت الست هيقرب من صوت الرجاله، يبقى لان اللارنكس ايه كبرت. يا اولاد الحاجه الثانيه بقى، ودي تاني خطه بتبقى مستنيينها الحضره، احنا اتفقنا اول حاجه ايه؟ الثيرويد بتكبر، حضرتك داخل على حاله اكروميجالي، فبتنسى الثيرويد. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ دي اكروميجالي. جزء كبير من حالات، وفي حالات كرونيكا هنشوفها، من كتر زياده الاي جي اف 1 بيكبر الثيرويد بلاد، فبيبقى في جويتر عاده سيمبل، يعني ما فيش ثيرويد اكسبوزز، حالات نادره بيبقى مع ثيرويد. عشان كده في الامتحان اللي مش هقول العيانه ابلعي ريقك عشان نشوف الثيرويد بنخصم درجات قد كده. يبقى هنا في حاجتين، اللارنكس هتكبر لدرجه ان الستات هتبان فيهم تفاحه ادم، عارفين ادمز ابل بتاعت ساروك كارتليج هتبان فيهم، وصوتهم يبقى هاسكي او غولم، والرجاله صوتهم يبقى اكثر خشونه عن مكان. نخش بقى على التشيست، حاجتين برضه هيحصلوا، حاجه جوه وحاجه بره. جوه هيحصل كارديوميجالي، كارديوميوباثي، كارديوميوباثي. وعشان كده لو سمحت في الامتحان بتاع الاكروميجالي حط السماعه وشوف الايبكس بتاعت القلب فين. حضرتك بتيجي في الامتحان بسالك سمعت الهارت؟ قوم يطلع يقول لك تشوف المفترض حاله اكروميجال، لا تشوف الاكروميجال ويقول لي شفت الهارت. طبعا ايه؟ حقك، لان ممكن تعمل ستروك، وبالتالي هنا يبقى لازم تحط السماعه على القلب وتشوف الابكس فين، لان احد اسباب الهارت فيلير هو الاكروميجال. يبقى ده يهمني، يبقى جوه ممكن يحصل كارديوميجال. في عندنا عيان عند غولكم اسمه عم سيد النمر الشرقيه، كل الابداعات فيه، يعني عنده الابكس في السكس سبيس، المفروض انها في الفيبس سبيس، وعنده مايترال انكومبتنس مسموع، فاللي هيقع فيه يبقى اليوم ده زعل الحاجه في البيت قبل ما يجي الامتحان. كبر المايكارديوم، ولما كبره ما بيكبرش البلاد سبلاي بتاعه، فبالتالي بيبتدي المصل تبقى سيك وديزيز نوت كوفارد فين. يبقى حاجه جوه كارديوميوباثي، حاجه بره ودي نركز فيها جالاكتوريا. يبقى بره في ايه؟ جالاكتوريا، يعني الست تيجي تقول لك في ملك نازل من البريست، ولا هي حامل ولا بترضع. ليه؟ هو ده السؤال. ليه حاله الاكروميجالي جزء منهم كبير ابعتوهم جالاكتوريا؟ اعطوهم هايبر برولاكتينيميا وجالاكتوريا. رقم واحد، لان الجروس هرمون سيميلر في الاستراكشر بتاعه للبرولاكتين، فممكن يشتغل على البريست زي البرولاكتين. خلاص كده؟ احنا عندنا ثلاث هرمونات شبه بعض في الاستراكشر، جروس هرمون، برولاكتين، هيومن بلاسينتا لاكتوجين اللي بيطلع من البلاسينتا. وعشان كده الست الحامل مناخيرها بتكبر. سيبكم كلام الفارغ، تقول لك بس مناخيرها كبرت، اصل حامل في ولد فطلع اندروجين. يبقى كل الرجاله كانت لازم تبقى مناخيرها كبيره. المناخير الحوامل بتكبر عشان اليومن بلاسينتا اللاكتوجين شبه الجروس هرمون، فلما بيزيد في الحمل من البلاسينتا بيكبر مناخير الحوامل، فتلاقيها عماله تعمل لك كده، قول لها هترجع ان شاء الله ما تخافيش. يا ولاد يبقى هنا ممكن زياده الجروس هرمون تعمل جالاكتوريا.
لكن اوعى تنسوا ان الخليه اللي طلعت تروس هرمون في حالتنا دي الاكروميجالي از ات انورمال فيسيولوجيكال سيل اور باثولوجيكال سيل. وعشان كده ممكن فعلا تطلع برولاكتين مع التروس هرمون. عشان كده روتين في اي حاله اكروميجالي بنطلب قياس البرولاكتين 30% من حالات بعضهم البرولاكتين عادي. يبقى الزياده ممكن تنتج او الجلاكتوريه ممكن تنتج من الافكت اوف تروس هرمون ومن وجود برولاكتين عالي من الادينوما سيلز. ولو حد حضر الانترودكشن اللي احنا قلناها ولسه فاكر هيفهم الاول مش دي ادينوما. لو الادينوما دي ضغطت على البيتيوتري ستوك قفلتها هيحصل ايه؟ كل اللي جاي من فوق من الهايبوثالامس وقفته اللي هو المفروض ستيمولاتر، لكن في واحد بس جاي يعمل انهبيشن هتمنع الدوبامين وبالتالي هيزيد مين؟ يبقى في ثلاث حالات هتعمل جلاكتورية. زيز جروس هرمون دايركتلي لانه شبه البرولاكتين فهيشتغل زيه. اكشوال انكريز في البرولاكتين مع جروس هرمون من الادينوما سيلز. نمره ثلاثه ان الادينوما كبرت وضغطت على البيتيوتري ستوك فمنعت ان الدوبامين ينزل من فوق لتحت وهو اللي بيعمل سبريشن للبرولاكتين فالبرولاكتين كده. من الهايبوثالامس وبينزل في البيتيوتري ستوك للانتيرو بيتيوتري عشان يوقف الماموتروبز انها تطلع برولاكتين. انت قطعت الاتصال ده فيطلع الدوبامين ما ينزلش يطلع البرولاكتين كتير. ليه؟ لا مش للدرجه مش للدرجه لكن فعلا يعني بيعمل افكت جدي زي البرولاكتين والبروسون. لكن العكس صح. اجابه سؤال واحد في الواقع الامينوريا هتحصل بطريقين. سؤال سؤالكم ده مهم. ممكن تحصل امينوريا بسببين. اولا المرض ده كوما بيفوق ال 40 فبتكون لو ست سلمت نمر اصلا من البدايه في سيروتيك خلاص. الحاجه الثانيه ان التيومر اللي ضغط على الجيران فوق طلع بيتينهم ده مش هيضغط على الجنوكوت راس يبوظها وهي جنبه جاي يا ولاد عظيم. يبقى كده التتابع بتاعنا هادئ ريليف يرجع شوف الغاز برومينت سوبرا اوربيتال ريتشز لارج نود لارج ايرز لارج كليبس فيجوال في افكت. ما حدش يقول لي باي تمبرال دايركت الاول سوبر كوادرانتكس ثم باي تمبرال. طلع سماح وريد سنانك بروجريسيف سيباريشن بوستيس طلع لسانك انلارجد وامبريشن على الجناب في السنان ممكن الاقي سكروت طلعك. حاجتين هنا انلارجد لارنكس وممكن الاقي جويتر. حاجتين هنا كارديو مايوباثي جوه وبره جالاكتوري. خلاص يا شباب عظيم. خدوا بالكم انه عشان يحصل جالاكتوريا لازم يكون في بريست يعني لازم يكون عندي ضغط والجوار عشان يجي البرولاكتين يشكل. وعشان كده دي كومن في الفيميلز مش في الميلز بس عم سيد النمر عنده جلاكتوريا لان عنده هايبوجوناديزم فطلع له بريست وبعدين كمل عليه البرولاكتين فبقت في جلاكتوريا. بقول لكم ولسه ايه نخش على البطن بقى جوه. البطن جوه في حاجتين هيحصلوا فيها هيباتو ميجالي هيكبر بس خدوا بالكم ان الابدومينال كافيتي كبرت فعشان كده ممكن الليفر ما يحسوش. لكن احيانا الليفر بيكبر فعلا اكتر فلاقي عنده هيباتو ميجالي. هل هي هيباتو ميجالي ولا هيباتو سلينو ميجالي؟ هناك خلاف. اولا مرض الاكروميجالي مش اليون ديزيز عشان يكبر السلين والليمف ولا الجروس هرمون هيكبر الليمف نود والسلين فعشان كده الصح هي هيباتو ميجالي. وديفيدسون اللي حضراتكم بتحاسبوا منه هو المفروض ان المرجع الاساسي بتاعكم كاتب هيباتو ميجالي بس وعامل صوره راسم فيها الليفر بس كبير مش مسكين. وعندنا مثلا دكتور صلاح شنبايه مستثنى كبير لو حد قال له اكروميجالي هيباتو سبلينو وانتوا ساعات بتقولوها هيباتو سبلينو سبلينو دي معرفش يبقى اكيد لازم يكون عنده اجنحه. ليه؟ لان الدكتور صلاح حاربين الدور الثالث. يبقى حضرتك لو سمحت هيباتو ميجالي يا صح. لكن بعض المراجع خدت هيباتو سبلينو ميجالي بس الصح هي هيباتو ميجالي بس. واحد
نمرة 2 gastric dilatation بيكبر الاستومك. يبقى انا عندي كده حاجتين حصلوا في البطن، هيباتوميجالي وجاستريك ايه دايلاتيشن. وزي ما قلت لكم ان هيزعل الحاجه يوم الامتحان هيجي له عم سيد. اتفقنا ان من ضمن الحاجات اللي فيه فعلا الاكس في سكس سبيس وعنده مايترال انكومبتنس وعنده جلاكتوريا وعنده بالهرسيا ديلابس كلينوميجالي. مثال مثال يعني الحاله دي بننزلها في الدكتوراه بتوع الاندوكراين والماجستير يعني ما شاء الله. يا ولاد يبقى هنا البطن حاجتين، هيباتوميجالي وجاستريك دايلاتيشن. ننزل خطوه كمان. السؤال اللي ساله زميلكم، التيومر ده موجود فين اصلا؟ هو مايكرو ولا ماكرو؟ ماكرو يعني اكتر من؟ هيقرفني بالهرمونات وهيقرفني بالضغط انه كبير في عنده مقفوله، وبناء عليه هيفعص الجوناتوتروبس. بعد شويه تلاقي العيان بيشاور لك كده اه دكتور تبقى عارف هو بيقصد ايه. هيقول لك مفيش اي ريمشن خالص. تقول له طب وات اباوت الدايركت رغبه؟ يقول لك حتى مفيش رغبه. لو مفيش ريمشن ممكن يبقى نيرف او ارضي، لكن مفيش ريمشن ومفيش ديزاير ده هرمون. ده هرمون. وهيقول لك مفيش اي سبيرمز خالص، لان مين اللي بيعمل سبيرمز؟ الاف اس اتش. فهيبقى في هايبوكولاتيزم بعد شويه. يبقى لوس اوف اريكتايل فانكشن، لوس اوف ليبيدو، ومفيش سبرماتوجينيسيس. لدرجه انه دقنه بيحلقها مثلا كل شهرين مره، ده اللي طلعت. لان ده مسؤول عن التستوستيرون اللي بيطلع عند افكت اوف ان اتش. خدوا بالكم لغايه دلوقتي كل ذهننا ان اكزيس هرمون صح؟ لكن هذا جعلها هو ايه؟ هرمون ديفيشنسي. لغايه كده متفقين؟ وعشان نقفل الحته دي، لو جالي عيان اكروميجالي، وطبعا يعني من اظرف المرات اقسم لكم ده حصل، يعني عيان من العيانين الكرونيك قال لي قريبي عم خلف مراته تعبانه ومش عارفين يعالجوها، بصيت كان عندها التهاب رئوي ودخلتها عندنا خمسه بطن واتعالجت وبقت زي الفل. المهم بتكلم مع حد فالواد الكرونيك قال لي عم خلف ده يشكرك، ومد الراجل ايده فانا بكلم اللي قدامي نايم وبسلم عليه. الايد مش طبيعيه، اقسم لكم ده التتابع. ببص كده لقيت مكتوب على وشه اكروميجالي. قلت خد ده مين حد؟ خد قريبك وادي تذكره وروح اعمل له ايه؟ ام ار اي وتعالى. حته جين اجينوما فوق قد الجحش. وعادي جدا الباشا جاي من الصعيد ومعجب ان هو بقى ضخم وان كف ايده، واحنا بسطه جدا يعني. هنا بقى اولاد بالرغم من هذا الموضوع اللي بقى له سنين احنا ما عملناش عمليه ليه؟ لان التيومر بيرنت اوت. يعني ايه التيومر بيرنت اوت؟ بس عشان نبقى فاهمين، التيومر ده لما بيكبر 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 بيضغط على البيتيوتري يدمرها تماما. طب هو شخصيا هو كبر من غير بلاد سبلاي، فبيحصل فيه انفاركشن. وعشان كده بعد شويه هنلاقي ايه؟ الجروس هرمون ايفن مش نورمال حتى زيكم، ده سب نورمال. بنقول ان التيومر بيرنت اوت. تيومر انتهى لوحده. اوتو هايبوفيزكتومي. وعشان كده مهم جدا لما بعمل عمليه بقيس الجروس هرمون وبقى جي اف 1 زي ما هنشوف بعد شويه. يبقى ما تدخلوش العمليه حقا. ما تدخلوش العمليه ممتده الى ما لا نهايه. يعني لو حصل ان انا ما لحقتش العيان دوت مش هعمله، هعمله عمليه ليه؟ اذا كان الجروس هرمون بتاعه بقى سب نورمال وبقى بانو هايبوبيتيوتريسي. مفهوم؟ اتفضل. اول حاجه بنعملها في العيان بنعمله ام ار اي على طول؟ لا اصبري عليا باجي في الانفستيجيشن. احنا لغايه دلوقتي بنتكلم على ايه؟ كلينيكال بيكتشر. واحده من اللي هيجيني بيها باي تمبرال هيديك في الانفستيجيشن اوف اس. برومينال سوبر اوربيتال ريجن Enlarged nose, enlarged teeth, enlarged lips. Confrontational testing. Severated teeth, nose teeth, broken teeth, طلع لسان. Thyroid كبيرة. Thyroid gland, والlarynx كبير. Galactorrhea, cardiomyopathy. Hepatomegaly, gastric dilatation. نزلنا خطوة، هيبقى في أمينوريا في الفيميلز وهايبوجوناديزم في الميلز، ده في الآخر لما التيومر يفعص الخلايا، مش في الأول. عظيم. ننزل خطوة كمان.
احنا متفقين ان الجروس هرمون انا بوليك يعني ايه بيقوي العضلات ويقوي العظم، عشان كده في الاول بيبقى قوي جدا وعضلاته قويه جدا. طب لما التيومر يبقى بيرن داوت ده ما بقاش جروس هرمون نورمال، ده بقى جروس هرمون ايه ديفيشنسي. وعشان كده في الاخر وهتسالوا العيانين يشوفوا هتقول لما بتقعد على الارض بتعرف تقوم، يقول لك بقوم بالعافيه لما اجي ارفع ايدي كده بتبقى مشكله، يبقى حصل مايوباثي. امتى؟ في الاخر لما التيومر يبقى بيرنت اوت، مفهوم؟ يبقى بعد الهايبوكولاريزم نزلنا خطوه على الباي، افتكرنا العضلات ان في الاخر هيبقى فيه ايه؟ مايوباثي. مايوباثي بعد ما خدنا الباي وصلنا للركبتين، نفتكر المفاصل حضراتكم، العظمة ولتكن التيبيا من فوق حد او الفيمر من تحت متغطية بما يسمى باسم ايه؟ الازاز اليمين، هايلاين كارتج او ارتيكولار كارتج، اللي زي الازاز وما فيهوش ايه؟ نيرفز ولا بلاد فيزل. عشان كده حضرتك وانت ماشي لا بتحس بوجع ولا بيحصل مشكلة، لان الكارتج بتاع حضرتك دوت ايه؟ افاسكولار وما فيهوش نيرفز، وانت ماشي زي الازاز تك 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 والعمليه متزيته بشويه ساينوفيا. ممتاز. هنا بقى العظمه ما بيطولش صح؟ لان العظمه قفل احنا بعد البيوبرتي، فالجروس هرمون بيعمل ايه في العظمه؟ يخليها تعرض. العظمه هتعرض اسرع من الكارتج اللي فوقيها. فهيحصل ايه في الكارتج؟ لما انت بتكبر تحت والطبق اللي على فوق ما بتكبرش معاك بالعرض، هيحصل فيها ايه؟ هتتشقق. مش كده؟ هتتشقق. ده اللي اسمه اوستيو ارثروزس. اصبح بقى هنا ايه؟ العظم اللي تحت الكارتج مكشوف، لان انا بقى زي الارض العطشانه متشققه. اصبح وانت ماشي بتضغط على العظم، فيقول لك يا دكتور ده في الم في المفاصل جامد قوي. ثانيا كل ما يتحرك المفصل يزيق يتكتك تك 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 على طول تلاقي في تكتكه. ليه؟ لانه ما بقاش سموس، ده بقى ارض متشققه. فنقول حصل اوستيو ارثروزس، هي اوستيو ارثروزس. عشان كده تلاقيه بيشتكي من وجع في مفاصله، ومفاصله بتطقطق مع اي حركه. في عندنا عيان هنجيبه هيقول لك انا مش قادر ارفع ايدي. تقول له ده من ايه؟ يقول لك العضلات ضعيفه بس في الم في المفصل برضه. فالاثنين موجودين. وعشان كده مهم قوي وهنوريكم العيان ده لكل العيانين بتوع الاكروميجال. حط ايدك كده خليها في ركبته واتنيع، هتحس بايدك الطقطقه هتسمعها بودنك. اوستيو ارثروزس. از ات كلير يا شباب؟ عظيم. طب كده متفقين. ننزل بقى خطوه على الفيت. وطالما افتكرنا الفيت هنفتكر الايدين، يبقى هاندز اند فيت. كل الكلام اللي احنا قلناه بعضه ممكن يبقى موجود وبعضه ما يبقاش موجود، مفيش مشكله مش في كل العيانين، ولكن مفيش اكروميجالي من غير اكروميجالي. يعني ايه اكرو؟ بريفري، اطراف ميجالي، يعني تضخم. عشان كده المرض اسمه ايه؟ مرض تضخم الاطراف اكروميجالي. لازم الايد والفيت تبقى ببعض. خلاص نركز بقى مع بعض. احنا اتفقنا اكتر حاجه بتجيب العين عندنا الصداع، صح؟ بتجيبه لي كومبليت. حاجه الثانيه ان مقاس الجزمه بيتغير. يعني مقاس الجزمه من سنه كان 39، بعدها بكام شهر بقى 40، بعدها بكام شهر 41، 42، 43، دلوقتي جاي بالشبشب. لا لا بالشبشب، يعني مش جاي بالشبشب. لا لا بالشبشب. ليه؟ لان مفيش جزمه على مقاسه. Change the size of shoes. وتشينج السايز اوف رينج. نركز بقى ونعرف ايه اللي حصل في الايدين. اولا العظم الابيفيسيس قفل، يبقى العظم مش هيطول انما هيعرض. فايد برود، وهتشوفوا حضراتكم هنخلي حد منكم يحط ايده قدام ايده وتفرجوا الفرق ما بين الاثنين. الايد دي هتبقى عريضه جدا جدا بتاعت العيان بتاعنا. برود هاد. خلاص كده؟ برود ايه؟ برود هاد. اي واحد فيكم لو عمل ايده كده هيلاقي في فرق في الطول ما بين الصوابع، ده طبيعي صح؟
مع اختلاف الاجناس والاصول. خدوا بالكم احنا في مصر كشري، احنا دخل علينا كل جنسيات الارض. وكما درس لنا الله يديله الصحه الدكتور احمد ركاشه في مره قال لنا يعني ايه مصر مقبره الوزان؟ خدتنا العنبريه احنا صغيرين، قالت نايل وتنايل، احنا ما جاب تخرجنا حد. مصر مقبره الغذاء، اللي بيدخل عندنا يتقبر جوانا ما يطلعش. الفرنساويين احتلوا الجزائر وتونس صح؟ فرنسا خلت الجزائر وتونس تتكلموا فرنساوي. احنا الانجليز احتلونا، هم اللي اتكلموا عربي، احنا ما اتكلمناش انجليزي. كل اللي يجي يبقى وسطنا، مش كده؟ ضوء هتلاقي عندك الارميني موجود، تلاقي اليوناني موجود، الايطالي موجود، كله حبيبي بقى مصري. دي مقبره الغزاة، وعشان كده احنا كشري. بصوا هتلاقوا في فروق ما بينكم وما بين بعض في حاجه ما خدتوش بالكم منها قبل كده. لو عملت صبعك كده لازم الصوابع متغيره، بعضكم هيلاقي ان الرينج اطول من الاندكس، وبعضكم هيبقى الاندكس اطول من الرينج. كده خدتوا بالكم؟ لا اهل بعض دي صعبه، يبقى في فرق ولا وطفيف، هيبقى في فرق ولا وطفيف يا ولاد. ايوه بص عملنا فكره، بص اخواتنا الفلسطينيين 99% منهم ان الاندكس اطول من الرينج. هو تيمبر تيز دايما في فروق، دايما في فروق. بص اوكي يا ولاد، كلنا خبا عرب ما تسكتوا في ايه. بص يا ولاد، في فرق ما بين النيتف كيك ده ما بينه وما بين الرينج. الرينج طبعا اطواله من الفيتر، فارق عن الاندكس لازم ثم اطفال. اوكي هنا بقى في حاله الاكروميجالي الصوابع عريضه برود، لكن في نفس الوقت المسافات ما بينها وما بين بعض تقصر لدرجه ان طرف الصابع اللي قدام كما لو كانت ساوى، كما لو كان من غير مد ايد، يعني هو عامل ايده كده هتلاقي التبس من قدام كما لو كانت قصاد بعضها. ده بنسميه سبيد هاند. بنسميه ايه؟ سبيد هاند. عارفين ايه هو السبيد؟ الجاروف. عارفين الجاروف؟ اللي بنكنس فيه؟ اللي بتشد الزباله؟ طرف الجاروف متساوي، يبقى كما لو كان ايد العيان اتحولت الى جاروف. سبيد هاند، سبيد هاند. يبقى ايه اللي حصل في الايد دلوقتي؟ بقت برود وسبيد. في اللي انا قلته فيه كلام متناقض مش كده؟ صح. لو قلنا ان الطول ما بيتغيرش، طب ازاي الصوابع قربت من بعضها السوفت تيشو تتهد بصوره غير متساويه؟ السكين والسبكتين استخدم، فده اللي خلى الصوابع كما لو كانت طولت لكن عظم ما بيطولش. لغايه دلوقتي برود هاند، سبيد هاند، نمره اثنين، نمره ثلاثه. لو اي حد فيكم بص على صوابعه هيلاقي الصابع تخين في النص ومسحوب من قدام تبر كلهم كده. اوكي ده صوابعه من قدام هتبقى بلانت تخينه من قدام، تخينه من قدام. يبقى برود هاند، سبيد هاند، بلانتنج اوف فينجرز. احنا قلنا حضراتكم ان انتم هيبقى في عندكم حاجتين بيتنسوا صح؟ ايه هما؟ الاي والثايرويد ودي الثالثه. في نيرف هنا معدي في الحته دي اسمه ايه؟ ميديان نيرف، معدي تحت الكربال تانل. فاكرينه؟ السوفت تيشو هيكبر جدا لدرجه انه هيخنقه، وعشان كده يبقى في عندنا ما يسمى باسم كربال تانل سندروم. كربال تانل سندروم. كربال تانل سندروم لاترال هنا، اما يتخنق العيان هيقول لك في الثلاث صوابع ونص دولت عندي تنميله. بعد شويه يحصل ويستنج في الفينر. بصوا عشان نعرف من دلوقتي كربال تانل ليها اسباب كتيره جدا، منهم المكسيما والاكوميجا والدايبيتس والبريجنسي، وانا بعد نجمعهم بعدين. عشان اشخص كربال تانل هعمل فالين تيست وهعمل تنل سايل. ايه هما؟ ودول هحاسبك عليهم في الامتحان. هتقول لي العيان اعمل كده. الزمن دي كام مره؟ 90. يعني العيان عمل كده ما تنفعنيش.
لازم ينزل لغايه لما يبقى كده. لو عمل كده الكهرباء جت هنا وساعات بروكسيمال كمان، يبقى ده عنده بوزيتيف فالين تيست، عنده بوزيتيف كربون طالب. عمل كده قال الكهرباء، الكهرباء دي عندنا او تنجلينج تبقى يساوي على طول نير، هيبقى في الثلاث صوابع ونص دولت وممكن بروكسيمال، يبقى بوزيتيف على طول فالين تيست، يبقى ده عنده كربون طالب. عايز تتاكد زياده، شايفين دي الحته دي اسمها فيكس روتين يا جماعه، بصوابعك هتضرب كده عليه. لو قال اي كهربا جامده جدا يبقى ده بوزيتيف تنن سايد، يبقى دي تنن سايد، دي فالين تيست. في واحد من المدرسين عايزين نشنقه في الميدان عادي، بيقول لكم هي واحده طبعا طالما فيها تاني تأليس فيعني تبقى صعبة شوية، فمحدش نصيحة مني ليكم في الامتحان، محدش يحزقه لعلم، يعني إذا وقع تحت إيد في ميل وقالت له كان ده مش عاجبني قولها ولا أنا، مفهوم؟ لازم ندربك عشان تبقى سليم، عشان لما المدام تقول لك حاجة على طول تسكت، بدل ما تقوم تلاقي نفسك متكيس في كام كيس بلاستيك كده ولا حاجة، فده برضه العناصر الأمان، مفهوم؟ محدش يكبس عليه الفن في اي حاجه. زمان دكتور حمدي الكباريتي كان مستثنس قال لنا واحنا بدياس، بص يا ابني لما اقول لك الست دي بينزل عليها عسل مش نزيف ترد تقول لي ايه؟ قلنا له نقول ايه يا بيه؟ قال عسل بطحينه يا حمدي بيه. يعني مش بس تامن على كلامه ده تنسيق. هو مين اللي اخترع النفاق غيرنا؟ ايش؟ احنا اول ناس عملت الحاجه خدوا بالك. هنا بقى مطلوب في الامتحان ما حبكش يا اخويا غير في اوبشن انتوا نازلين من غيره صمت حضرتك ما بتصمتش اعمل كذا. طب ولو عملتها كذا يعني فيها ايه؟ حبك في الامتحان قول زي ما انت عايز واحنا عامل. لا في الامتحان لو مش هتتكلم وحتى انا غلط لو سمحت اسكت، بالذات لما يبقى قدامك فيه، لان الميل الموست مالجنت ميل بناين از ريجارد في ميل، خدوا بالك. عشان كده حتى البنات لما هتيجي امتياز بيبقى كل اسم فيه بنات واولاد نواب، بنقسم الامتياز على الولاد على النواب، البنات كلهم يحبوا يروحوا مع الولاد مش بتدور على العريس، لا هي عشان عارفه كويس قوي الفيميل هتعمل فيها ايه. انا كنت بدخل كان عندنا لايبه تقيله كده، كنت بدخل في مره اوضه الامتياز غلط لقيت البنات كلهم بيعيطوا. لا شيء، هي كل يوم تخش الصبح لازم تمسح فيهم البطن من ده لده من غير اي حاجه، بس لو واحده غلطت ولبست مثلا جاكيت شيك تبقى سنتها طيبه، بس سمبل ده. اما لو رفضت بقى لا يفضل منها العظم ولا يفضل منها اللحم تتاكل. انما الواد نهار ما بيتكلمش ما ينفعش كده، خلاص انتوا عارفين طبعا ان احنا لازم نبقى كده. نصيحه الولاد ضاع دماغك مش هتعرف تنام، ولا مش هتعرف تنام في البيت لما تتجوز، تفضل تزن تزن من البدايه ترفع الراس بيضه ورايح نفسك عليه تعيش 100 100 ايه؟ ادينا بنهدي الامور اهو للناس. اما بعد الايه؟ يعني تخينه من قدام بلانتد، بدل ما هي بص صابعك من هنا هتتخن من هنا يبقى مسحوبه تكبر من قدام، هتبقى تخينه من قدام عندك اكوميكا بنقول عليها بلانتد. عظيم الايد روب سبيت بلانتد بوزيتيف كاربال طابل فيست فالين فيست تلين صح. الرجل بقى شينج السايز اوف شوز، عشان كده اللي بيجيب العيان عندنا واحد هيك اثنين تشينج السايز اوف شوز فور رينج في الايد، دولت من الاساسيات. بره كان البرنيطه هات لان كانت السكال بتتغير مقاسها كل شويه غير مقاس البرنيطه. لغايه كده بتنسينا يا شباب؟ عظيم. وصلنا بقى للرياضة. خدوا بالكم ان في حاجة مهمة، ان احنا خنقنا العصب اللي هنا ده وارد كان اسمه ايه؟ كربون طالب. طب لو خنقنا التيبيال نيرف تحت يبقى اسمها الترس سرطاني وسلطان. يبقى ممكن فوق يبقى فيه كربون، تحت يبقى فيه ايه؟ ترس.
ويا سلام سلم بعد شويه هيجي سكر هنعرف ليه دايابيتس. فممكن يحصل بريفرال نيوروباثي بالدايابيتس ويبقى في تنميه في الجلد خلاص. لغايه دلوقتي السكيلفول بتاعنا سهل. هيدك بقى بطريقته برومينانت سوبر اوربيتال ريجز اللارج نوز اللارج فيز اللارج ليبس فيلد افكت طلع لسانك بروجنسيزم وسنانك سيباريتد ولوست اللسان اللارجت امبريشن سمتايمز سيبروكر لانكس كبرت والسيروت مفيش كبرت مفيش حاجه 100% بعد كده جلاكتوريا وكارديومابر هيباتوميجالي وجاستريك دايلاتيشن مايوبا اوستيو ارثروزس انلارجد هاند وانلارجد فيت بروت سبيد هاند بلانتنج اوف فيكرز كاربال باي. لو انا بقى حطيت جهاز الضغط على الصوره بتاعتي وقست الضغط الاقي 40% من حالات الاكروميجالي عندهم هايبرتكشن 40%. وده لازم تتسأل فكرة حاجة يا ترى ليه 40% من حالات الأكروميجالي عندهم هايبرتنشن. نحفظ اللي هقوله ونفهمه صح. احنا عندنا خمس أعداء للإنسولين جلوكاجون جروب هرمون كاتيكولامين كورتيزول ثايرويد هرمون خمس هرمونات انتاجونايز الانسولين من ضمنهم جروس هرمون هيعاكس الانسولين صح. الانسولين رايح يفتح البوابه بتاعت الخليه عشان يدخل مين جواها جلوكوز عظيم جدا هيروح يقول انا مش قادر ده في فتوات واقفين وبلطجيه منعني اللي هم جروس هرمون. فالبيتا سيل تقول له ما تخافش انا هبعت معاك قوات دعم فتزود انتاج الانسولين وفعلا يروح الانسولين ويتغلب على المقاومه ويفتح البوابات ويدخل السكر من الدم للخلايا فيبقى السكر نورمال. بس ايه الفرق ما بينه وما بين النورمال فيرسوس توتال؟ الانسولين هنا اخباره ايه؟ اعلى من الطبيعي. ودي المصيبه الهايبر انسولينيميا بتعمل سولتاند ووتر ريتينشن وسمباثيتك ستيميليشن. فهمتوا ليه الناس التخان بيجيلهم ضغط وسكر مع بعض؟ لانه في الاول انسولين ريزيستنس حصل هايبر انسولينيميا فتحت البوابات وبقى سكر نورمال بس حصل بالهايبر انسولينيميا اللي موجوده سولتاند ووتر ريتينشن سمباثيتك ستيمولايشن فجاله هايبرتنشن. يبقى هنا ليه هيحصل هايبرتنشن؟ لان في هايبر انسولينيميا عشان مقاومه الجروس هرمون للانسولين. الهايبر انسولينيميا دي عملت سلطه بوتر ايه؟ ريتنشن وسمباثيتك ستيمولايشن في 40% من حالاتنا عندهم ضغط عالي. يزيد الطين بقى لان الجروس هرمون شخصيا بيعمل سلطه بوتر ريتنشن لما يزيد على مستوى كبير. يبقى كده مؤكد ان في ضغط. طيب حضرتك لو معاك السياره بتاعتك وماشي معاها باحترام يعني ماشي بسرعه معقوله ومتزن وتمام التمام لكن بقى معاك سياره وعمال تفحط بيها وعمال تتنجل فيها وتطلع بيها فوق الرصيف لسه واحد صاحبي معاه عربيه سكودا كتافيه يعني فاللذيذ قرر يعلم مراته مش اللي بتنيل يعلمها على اي عربيه واحب اعلمها على السكوتر الثاني والله ما فيش مشاكل بالظبط قبل مشاكل عملت ايه؟ اتخضت بس كان عند مستشفى السعودي الالماني يا ريت ركبت على الرصيف بس ركبت على الرصيف ودخلت في عمود لدرجه 20,000 جنيه في العربيه عشان يصلحها. هنا بقى حضرتك العمر الافتراضي للعربيه راح وبالتالي لو البيتا سيلز اشتغلت اكثر من الطبيعي يبقى عمرها الافتراضي اخباره ايه؟ هيقل وعشان كده هيجي للحالات دي بعد شويه سكر لان الانسولين هتبوظ ويبتدي الانسولين يقل فيبتدي كمان السكر يعني. يبقى لو انا عايز احفظها بالسكيلتون انا حطيت الكاف بتاعتي على 40% من العنيد بتوعي هايبرتنشن
لو خليت دي كتورنيكي، عارفين يعني ايه تورنيكي؟ حاجه ابسط، وسحبت عينه فينس، مش لازم اقص عشان اسحب عينه فينس، سحبت عينه فينس وبعت حلل سكر، هلاقي 5% عندهم دايابيتس و25% صيع. يعني ايه صيع؟ احنا عندنا السكر النورمال اقل من 100، السكر النورمال كام؟ اقل من 100. اللي عنده سكر يعني عنده دايابيتس سكره الصايم بيبقى اكتر من 126. طب اللي 120 ده ايه؟ ده لا طبيعي ولا دايابيتك، ده امبيرد جلوكوز توليرانس، ده اللي كنا زمان بنسميه دي دايابيتك. 25% من الحالات هتلاقيهم كده، و5% هيبقوا فرانك دايابيتس. از ات كلير؟ في الاول طبعا السويت جلاند بتزيد، فلاقي عرق جامد جدا، والاقي سكن يعني فريكلز، عارفين الزوايد الجلديه؟ الزوايد الجلديه دي مأساتنا بقى ان العيان ده هيموت من حاجتين. الحاجه الاولانيه ان الجروس هرمون مع الانسولين الزياده هيعمل اثروسكليروسيس كورونري، يستقم يبقى اثروسكليروسيس ويموت من مايكاردال فاكتورز. نمره اثنين، الاي جي اف 1 العادي هنا مشكله كبيره، لانه بيعمل ايه للخلايا؟ بروليفريشن، وكل ما زاد البروليفريشن كان في بوسيبيليتي اوف ايرور. يعني ايه ايرور؟ يعني غلطه. خدوا بالكم احنا في عندنا تشيك بوينت، يعني لما الخليه بتيجي تنقسم بيبقى في نظام مراجعه. شوفوا عظمه ربنا، الخليه بتنقسم كده، احنا خلايا بتتجدد على طول، وهي بتنقسم بيجي حاجه اسمها تشيك بوينت، تراجع الدنيا كويسه، سيستم كويس، كملوا الخطوه تاني وتيجي تاني. لكن لو اكتشفت ان في خطا في الانقسام، يعني وليكن الدي ان ايه حصل فيه غلطه، بتروح دايسه على زرار الابوبتوزيس، فالخليه تموت ذاتيا، مش كده؟ لو حصل خلل والتشيك بوينت ده ما لقطش ان في خطا حصل، الخليه الجديده سرطان وهتتكسر الى ما لا نهايه. كل ما زاد معدل التكاثر البوسيبيليتي اوف ايرور اخبارها ايه؟ زادت. وعشان كده البوسيبيليتي اوف كانسر بتزيد، عشان كده دايما بنلاقي الناس دول عندهم كولونيك بوليب وبعضهم بيجيله كانسر كولون ويجيله، عشان كده هم بيموتوا يا اما بالكارديو فاسكولار كومبليكيشنز يا اما بالمالجنسي بالذات كانسر. از ات كلير يا شباب؟ الهايبر انسولينيك هو ليه بيحصل في الدايابيتيك والهايبر تنسب اثيروسكليروسيس؟ الانسولين عالي بعد كده بوست جراديوت، يعني الحته دي ما لهوش دعوه بيها. الانسولين العالي والاي جي اف 1 العالي بيعمل بروليفريشن في السموث ماسلز بتاعت الميديا، خليها تعمل مايجريشن ناحيه الانتما، دي بدايات الاثيروسكليروسيس. فهنا انسولين عالي هيعمل الحركه دي والاي جي اف 1 عظيم. الايه؟ عشان الريتو بروليفريشن عادي. احنا زمان كنا فكرنا ندي الاي جي اف 1 للدايابيتكس اللي مش مستجيب كويس للانسولين، مش كده؟ جربوا جالهم سرطان، عشان كده لعبنا بعيد، لان الاي جي اف 1 كالسيمو فينك، كل ما زود البروليفريشن كل ما كان بوسيبيليتي اوف ايرور عالي. الرساله بتاعتي كانت رساله الدكتوراه، الكلام ده طبعا من سنين طويله يعني، فما كانش حد لسه عارف يعني، كان عن علاقه الاي جي اف 1 بالبريست كانسر. البريست كانسر الناس اللي عندهم اي جي اف 1 عالي عندهم بريست كانسر عالي جدا كده. حد كان عايز يسال؟ بس طبعا كل ده لو ما حصلش بيرن اوت، حصل بيرن اوت خلاص. لا ما هو بيرن اوت ده هيكون كل ده حصل. بيرن اوت ده معناه انه كبر بقى قد الجحش جوه كده، وبعدين حصل له انفكشن او نزيف جواه. خلاص؟ طبعا العيان ده على فكره بيبقى يوم اسود ومنيل. لو جه قال الدكتور الحقني ده انا في صباع فجاه طلع هيفتك دماغي في ثانيه وعينيا مزغلله، بعد كده مش هو اللي هيكلمك، بعد ساعه يكلموك يقول لك ده جاله تشنج ودخل في كوما، يبقى حصل نزيف جوه التيومر بيوتيوتري ابو فليكس، حصل نزيف فجاه جوه التيومر وحملت النو تايم. زياده في الانتركرينيال تنشن، الشخص ده لما دخل لهوش عمليات بسرعه بيموت، لا اسمه جات له نقطه بتيوتري ابوبليكسي، واحدة من اللي يطلق عليها ابوبليكسي لغاية كده بالتكتير. عايز بقى دلوقتي اي استفسارات في اللي فات نحسبها. سليب ابنيا، حضراتكم جربت تنام؟ انا في مره كنت بايت وكان عندي واحد قريبي والحمد لله وزن خفيف،
فاللي حصل كنت ساعتها في سنة يعني خطيري بيتكلم ليه؟ هو نايم كانت المزيكا عاملة ازاي بصوت صمت الضرب افتكرته مات تمام. وبعدين يعمل ايه؟ يعيد لك السلم الموسيقي من اول وجديد. فهو لا يترك لك ادابتيشن يعني عارف هو لو ماشي هتنام إدامة المشكلة إن جبت كده زي واحد صاحبي من أكبر رجال أعمال في مصر يعني في مرة قال أنا عايز أعمل لمراتي حاجة قلت له قال لي في بابور نايم جنبي أنا ما أعرفش أنام طول الليل ما يروحش حاجة زفت يعني. إيه بقى كلمة سليب أبنيا؟ معناها ما يلي. دي بتحصل في الناس التخان وهتزيد قوي في الأكروميجاي مع الصوت تيشو لذلك. حضرتك المفروض وانت نايم الفارنكس مفتوح ونيجاتيف بريشر عشان يسحب هواء حضرتك تتنفس صح. طب النيجاتيف بريشر ده يعني ايه؟ ساكشن بريشر صح. طب ساكشن بريشر ده مش بيشفط على الجدار ليه ما بيخلوش كولابس؟ ان في مصل تون عند حضرتك صح يعني الفارنكس بتاعك معمول كده بقى ان في شفط عليه من جوه بس هو فاضل مفتوح عشان المصل ده خلاص. وانس انك انت تخنت قوي دخلت على وزن الخرطيف وطلع على الفيل يعني فقلت ايه تبقى الفيل الصغير عظيم جدا which is common قوي. واحد امريكي كان بيقول لي in Egypt men are black sphinx and women are black pyramids ما شاء الله هتشوفه حضرتك بعد شوية كده ما تعرفش الراجل الست لما يتجوز واحدة تلاقي ابو جمع سكني بعد هنا بقى الدون بيقل. فبيحصل ايه؟ اقول لها اللي بيحصل بالاخر ما جاني مع زيادة الاصابة في شو العين دخل ينام حلو. احنا لما بننام بيحصل ايه؟ طول بتاعنا بيجري صح بس تبقى فاضل مصفوره طول ما انت سباكيك. ابتدى نيجاتيف بريشر يعمل ايه في الفارنكس؟ لان الطول لا يقفل فكل ما بيقفل الصوت بيحصل له ايه؟ لغايه لما يقفل خالص. في اللحظه اللي هو قفل فيها خالص دي هي اللحظه اللي انت افتكرته فيها مات. تيجي تقول لك مراد ده انا بصحيك 50 مره احس انه مات لانه بيبقى استراكنج عارفين ازاي؟ انت خلقته. بصوا بعد ما بيشخر بيوصل حاجه هو اللحظة عينه فتحت هو ما بقاش مدرك كده عارف. في اللحظة اللي عينه فتحت فيها دي الدم رجع فتحت الدنيا رجع الحمد لله نايم خمس ست دقايق صوت عالي ثم يعيد السلم الموسيقي من أول وجديد لغاية لما ونكرر الحكاية تاني. هنا بقى العيان دوت ده اللي بيجي الصبح يقول لك يا دكتور انا نايم الساعه 8 بالليل وصاحي الصبح حاسس ان انا ما نمتش خالص. هو ده يا حبيبي اللي بينام وهو سايق. فهمتوا ان السليب ابيض بتموت؟ يبقى هنا حصل له نفس وقف ممكن توصل اكتر من 100 مره 200 مره في النومه الواحده. عشان كده هو بيقول لك ايه؟ انا بقوم الصبح حاسس ان انا ما نمتش خالص. ما لكوش دعوه بتقطط انت فوق العبره. مفهوم؟ تلقى كل حاجة فيه يعني هتلاقي نفسك نايم بالحلم اللي انت خدته وانت داخل الكلية عارفينه؟ ان عندك امتحان بكرة مش مذاكر. كل طلب الطب بيحلموا الحلم ده ويقوم في حالة ذعر إنساني ده الكابوس ده التكدوفي وانت خلينا عباب الكلية دكتور مش فاهمة ايه نفسه بكتب تنتخيل ان في واحد طلق في زمار الدراعي بتحرك كتب نفسه هيحصل له ايه؟ هيفتح مش هيصحى كامل هيفتح مجرد ما فتح التون رجع الدنيا اتفتحت بقى كويس قوي نام التون ضعف تتكرر التون دايما بتاعنا لما بننام بترخي طبيعي لان احنا وقفنا بنشوف الفومين فبالتالي كلنا حتى واحنا بنبقى مرخخين. طبعا على فكره بتحصل لكم الحكايه دي امتى؟ لو يوم انت تعبت فيه جدا عملت مجهود فيه قاتل لازم لك اقول لك اختلطت طول الليل امبارح من شخص مع ان عمرك ما كنت متشخر لانك انت ايه جزء في الامتحانات عرفت من كتر بقى المذاكره عارفين الامتحان بيجي فجاه زي ما قلت لكم قبل كده عارف بتكتشف بقى ليه الامتحان بعد اسبوع طب هو اديني بقول لك هو بقى شهر بعد شهر وشهر بعد سنه وشهر لكن لا ازاي احنا اصلا الوقت سنه مفيش وقت ايه يا ابني اهو مفيش وقت ازاي طبعا ليه ثلاث ايام ما نمتش وبعد ما تخلص الامتحان تعمل كده على السرير واديها مزيكا حسب الله لان جسمك اتبخت الامل لكن ده على طول عنده سليب ابنيا عشان كده هتلاقوا عيان من العيانين هتيجي تقول له ايه انت بتنام على كام مخده؟ يقول لك مخدتين تقول له طب لو راسك اتبحرجت وانت نايم يقول لك نفس الكرش وما عندوش هارت فيلر
هو عنده سليب أبنيا. لما بينام فلات السوفت تيشو بيقفل خالص، فبيضطر يعمل المخدات عشان يمكن يفضل التراك مفتوح كويس يرجع ليه سليب أبنيا. لا لا الكارديو مايو بس ملوش علاقه بدي خالص. الفات نفسه اللي اتحط في السوفت تيشو ده بينرخي العضله، بدليل ان في عضله عندنا اسمها الكراس اوف دايفراج قافله على مين؟ على الصوبي جاس. لو حضرتك تخنت ندخل جوه العضله دي فات يجي لك ريفلكس، لان الفات بيضعف في العضله. هو هنا البصل بتاعتنا اولا ضعفت، لان احنا اتفقنا في الاول وفي الاخر عندنا في الاول انا بريك الفات وإن بالرغم إن هو لايبوليتك، ولكن في نفس الوقت بعد كده تشوف مكان يتقطع العضلات بترتخي. والسوفت تيشو اللي كبر هنا وكبر في السكن بيكبر برضه هنا فوق، فأصبحت العملية متضخمة جدا. والدخل ده هينعكس ويسد التراك ويخلي التون يبقى ضعيف، فلما ينام والتون يضعف زيادة يحصل له إيه؟ سليب أبنيا متكلفة. ده بيرفع الضغط بصفة عامة على فكرة. إيه الهرمونز اللي عكس السليب؟ خمس هرمونات، اثنين بحرف السي، كورتيزول وكاتيكولامين، واثنين بحرف الجي، جروس هرمون وجلوكاجون وثايرويدون. خمسه دول اعداء الانسولين، عشان كده اي واحد فيهم بيزيد بيجيب دايابيتس. مش الكوشي بيجيب دايابيتس؟ في كروموسايتوما فيها دايابيتس، سايتوكسكوزيس فيها دايابيتس، جلوكاجونوما فيها دايابيتس. في عندنا معامل اسمها معامل النوم، بيحط بالس اوكسيميتر ويسجل هنا التشين في المقاسات بتاعتها، يقدر يقول ده سليب ابنيا مؤقت، لان هو بيقعد قايس الاكسجين ساتوريشن بيلاقي ان الفترات اللي كتب فيها الاكسجين ساتوريشن ده تحت الارض، والحتت دي في حاله مقاومه رهيبه وهو ستراجلنج كل شويه. انت الست كده تقول لك ده انا بحس ان هو ده صحي، ده كل شويه ما هو نفسه مكتوم. ليها حاجات كتيره قوي، منها عمليه بلات يوفيل وبلات وفرنج ولارنج بلاستي ننظف الدنيا، وفي حاجه اسمها ابليانس حط هنا تخلي الطريقه فاتحه، وفي سباب، سباب يعني مش سب شتيمه، سباب يعني كونتينوس بوزيتيف اير بريشر، بنحط ماسك عليه وهو نايم بيدخل اكسجين بتنشن عشان يحافظ على الطريقه ويخس ونعالج السبب. هي اصعب حاجه انه يخس. يعني انا مرات الاستاذ التغذيه جايه وتروبيكال، ففي واحد والله عظيم بهزر، واحد جاي يخس، فبتساله عشان تعمل موديفيكيشن اكل، حضرتك بتتغدى ايه؟ قال لها بطه. قالت له ايه؟ قال لها بطه حضرتك. قالت له بطه؟ قال لها يعني يا دكتوره ايه؟ ما البطه صدر والخيل. بس على فكره نوعيات ده انتوا عارفين اللي فيه، انتوا كلكم بتاكلوا عشان تعيشوا. في ناس عايشه عشان تاكل. في ناس متعتها في الدنيا الاكل، ودول يحرم عمل بارياتريك سيرجري في كل الكتب. يعني الفيل اللي هو بيستطعم بالاكل ويستريح، تقول لك يا سلام بقى خد دي دوقها يا زكي، قاعد بيتغزل في حبيبته مثلا، يقول لك يا زهد حته دي صباع سجق بقى مش عارف عامل ازاي. اوعى ده تقربوا بعمليه، دول بيندحروا لو عملنا لهم عمليه تغسيل. عشان كده بقرا في البارياتريك سيرجري في سايكاتريست يقول ان المجنونه ده ما تقربلوش، لانه مجرد ما حضرتك هتعمل له عمليه مش هيعرف ياكل، كل حتتين قد كده وزود هيقوم يرجع بينتحر. ما بقربش، بينتحر بينتحر. ففي عندنا حاجات عجيبه يعني عظيمه. دلوقتي يا شباب بعد ما خلصنا الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا بتاعه الاكرو بتاعتنا، عايزين بقى نعرف ازاي نشخص الاكرو بتاعتنا. وهنا هنجاوب على السؤال زي ما جاوب اجابه شافيه. كده يا ترى نعمل ازاي؟ هذا رول في الاندوكرينولوجي كله، وتقريبا في كل الميديسن بالذات في الاندوكرينولوجي. بايوكيمستري بيفور راديولوجي. ليه؟
لو كده خدنا مع بعضنا بعثة ورحنا جهاز الام ار اي دلوقتي وعملنا ام ار اي على جسمنا كلنا هيطلع عندنا دي نقص بنسبه كبيره جدا بنسميها انسيدنتال ولا ليها اي معنى وهتعيش 400 سنه بيها ولا هتعمل حاجه وبالتالي الراديولوجي ملوش معنى الا لو كان فيه بايوكيميكال اب نورمال خلاص يبقى اي انفيجيشنز دايما تقول لي الدم والكيمياء وبعد كده تقول لي الراديولوجي تسالوه ما تجيش تقول لي انا عامل ام ار اي الاول هحاسبك انا عايز اثبت الاول ان دي حاله جروس هرمون اكسس يبقى اول حاجه عايز اثبتها ايه ان في واحد زياده في الجروس هرمون نمرة اتنين عايز اثبت ان ده باثولوجيكال خلاص يبقى عايز اثبت ان ده باثولوجيكال مش طبيعي ثم بعد كده عايز اشوف فين المكان راديولوجي نركز بقى مع بعض دلوقتي حضرتك عارفين كويس قوي ان اكثر الناس ملافظهم سعد هما الدكاتره حضرتك بتبقى حافظ وشاطر ومبسوط انك عرفت حاجه ما تيجي تبص بوش عيان ويقول لك اصل هو بيكح بقى مش ثلاث شهور فبتبتدي تبقى مبسوط بنفسك في الاول يعني بتكبر وبتتعلم واحتمال ايه؟ لانه ممكن يكون سرطان. سرطان ايه؟ لا سرطان في طبعا. وخد بالك السرطان اللي في الرئه ده في منه نوع لا يستجيب للعلاج. ولازم نلحقه بسرعه قبل ما ينتشر في بعضه. طبعا هو الراجل في الحاله دي بيطب سايكل اصلا بسكيب كارت وارزني قبل ما النبي الملافظ السعدي على معاك. ملافظكم تبقى هاديه. يعني. احنا عارفين ان الجروس هرمون اذا ستريس هرمون. خلاص كده؟ فحضرتك بالصدفه بصيت في وش واحد هم العيله بتاعتهم وداخلهم كبير كان اترفض حضرتك الحمد لله حاجه عارفها على فكره انت احتمال يكون عندك زياده هرمون نمو مشروط ولا من ايه ده ممكن يكون يا دكتور ورم حضرتك ورم فين يا دكتور في المخ يا فندم في اكتر من كده حاجه انت خليت هذا الشخص مفيش اكتر من كده ستريس انت بتقول لواحد كان ماشي كويس ومفيش اي حاجه خالص انت عندك ورمه فين؟ في المخ. لا المصيبه السوداء ايه؟ ان هو هيروح لبتاع المعمل عشان ياخد منه العينه. بتاع المعمل مش احنا ما بتتعاملوش مع الناس على انهم بشر انت بتتعامل مع الناس على انه فيه سجوافه على اي حاجه ما بتتعاملش معاه على انه بشر ما بتبصوش وشه. لو حد فيكم خد عينه بتاع المعمل ما بصش وشه حتى ولا قاعد قال له معلش بالراحه اطمن حضرتك دي حاجه بسيطه هناخد عينه بسيطه لا ده هو قاعد عمل له ايه؟ وبص هاتوا ربط بس طبعا في ناس اصلا بتترعب من الابره كل الدكاتره كده مش كده تمام فهيتاخد منه عينه ومتقال له عندك ورم في المخ ده ستريس فوارد ان انا احلل جروس هرمون الاعاده مش كده هنا بقى السؤال هل يا ترى جروس هرمون ده عين فيسيولوجي ستريس ولا فعلا دي اكروميجاليه سؤالي البسيط اللي يحل نمره 2 عشان افتح ده فيسيولوجي ولا ده باثولوجي لو ده ناتج عن ستريس يبقى الخليه اللي فوق نورمال ولا اب نورمال بدليل ان هي استجابت للفيسيولوجيكال ستيمولنت مش ده ستريس لكن لو كان ده اكروميجال يبقى الخليه اللي فوق ادينوما سيلوجينز اب نورمال يبقى لن تستجيب لاي فيسيولوجيكال ستريس هلعب على دي هنعمل ايه؟ هعمل سبريشن بفيسيولوجيكال واي لو الخليه دي سبريست وجروس هرمون قل اقول له اطمن انت ما عندكش حاجه لكن لو انا عملت سبريشن فيسيولوجيكال سبريسن وفضل جروس هرمون عالي يبقى الخليه اللي فوق ادينوما سيلز ودي حاله اكروميه ازاي بقى هنعمل سبريشن هدي للعيان جلوكوز 75 جرام يشربه خلاص كده يعني لو 25 جرام في ميه اقول له اتفضل اشربه هو السكر يطلع اي هرمون نركز مع بعض عشان في سؤال يطلع انسولين الانسولين بيزود الاي جي اف 1 فلما يزيد الاي جي اف 1 هيطلع يعمل ايه صبر شبعك جروس هرمون بشرط ان الخلايا اللي فوق تكون نورمال فاهمين اللعبه دي حلو يبقى انا هجيب الشخص ده اللي جروس هرمون طلع عالي واروح جاي مديله ايه؟ مديله 75 جرام مش مهم التفاصيل. انا هقول جلوكوز بريشر وخلاص. اديله 75 جرام واقعد اقيس كل نص ساعه. خمس قياسات.
قبل واربع قياسات بعد ما تجيله جلوكوز كل نص ساعة، يعني بعد نص ساعة وساعة وساعة ونص وساعتين، خمس قرايات. لو الجروس هرمون ليفل في أي قراية بعد الجلوكوز، مش مهم الأرقام أنا بس عشان تبقى فاهم، سجل رقم تحت 3/10 نانو جرام بير دي سي ميتر. أقول له أبداً أنت مش حالة تقرب، الخلية بتاعتك نورمال، وأنا لما اديت جلوكوز وسويت الإنسولين فزاد الـ IGF-1 قدر يعمل لها سبريشن لهذا الليمت، زيزيز أنورمال فيسيولوجيكال سيلز، أنت مش عارف ميجالي، واحلف على كده. لكن لو أنا أنت عملت كده وفضل الجروس هرمون عالي، هذا يؤكد إن دي حالة تقرب. يبقى لازم أعمل جروس هرمون بيزل أن أفطر سبريشن. أفطر إيه؟ فاكرين كنا خدنا حاجة كنا بنقيس فيها جروس هرمون بيزر أن أفطر ستيميليشن في الاستاندر جروس في البيتيوت أمبلوار، إنما هنا هناخد جروس هرمون بيزر أن أفطر سبريشن. باعت معمل لعيان مدير في مصانع بيبسي كولا، وهذا الشخص قبل ما يدخل كل العيانين اللي داخلين اللي بابيتك وايبر تنسيب ما تشربوش كولا، دخل بعدهم على طول هيشتغل ايه؟ انا مدير مصنع بيبسي كولا. قلت له والله بص انا بوصل لك المصنع اصلا النهارده طول اليوم، العيان ده اكله ميدالي بتاع بلاده، بعته يعمل تحليل، فالايد بتاع المعمل يكلمني يقول لي حضرتك عايز ان انا اعمل يعني ستيميوليشن بالكلونيدين ولا بالارجينين؟ قلت له يا تقفل يا بضربك، ستيميوليشن ايه يا ده؟ انا عايز افطر سبريشن. قلت له يعني مش ستيميوليشن، لان الوقت في المعمل مش دكتور اصلا. ايه؟ يبقى هنا لازم اطلب جروس هرمون بيزل ان افطر سبريشن، وعرفنا الاهميه. لازم اقيس الاي جي اف 1. لازم اقيس الاي جي اف 1 وهو لا يقاس في مصر. تعمله 600 جنيه لانه بيتباع بره. لكن لازم. خلاص؟ يبقى مفيش فصال جروس هرمون بيزل. And after suppression، يقول لك عملت منحنى الجروس هرمون suppression، ولازم اقيس ال IGF. خلاص؟ اللي هعمله بعد كده فانتازيه، لكن كده من حقي ادخل راديولوجي. لكن من ضمن العينات اللي هطلبها برضه في المعمل، وعايزكم حد يقول لي لو شاكك او مش لاقي تاثير، هطلب سيرم برولاكتين. حد عنده اعتراض؟ لانه منطقي انه ممكن يبقى البرولاكتين عادي. هطلب قياس الجونادوتروفس. حد عنده اعتراض؟ متوقع يبقوا عاليين؟ ده انا خايف يكونوا سبريزد انهم ضغط عليهم، فعشان كده اطلب جونادوفين واطلب اي سي تش. فاهمين؟ لان انا خايف يكون رحنا الناحيه الثانيه. عظيم. للهرمونات من حق ان انا اطلب سكر طبعا. بلاد شوجر. لان ممكن الحاله بتاعتي تبقى دايابيتكس. فهمتوا اللعبه ازاي؟ بعد كده بقى اروح بعته يعمل ام ار اي سيلا مش ام ار اي برين. عارفين اللي قلته ام ار اي برين تدفعه ثمن هو ايه؟ ام ار اي سيلا تلسكاب رنين مغناطيسي على محور الغده النخاميه وليس العنق. فيجي يقول لي اه في ادينوما و12 مللي 13 مللي 15 مللي هو حصه. في بقى بعض الحاجات بنعملها فانتازيه، دول اللي بعرفتكم انتوا، ان انا اعمل بريك اكس راي على الايد فلاقي العقله الاخيره عريضه من فوق، يعني اللاست ديجيت ادي الصابع بتاعنا كده، العقله الاخيره دي هلاقي عامله ازاي؟ بصوا عامله بالشكل ده طفتين، ملهاش حاجه اساسيه. واحد نمره اتنين السكن بيدخل صوتيشو بيدخل، فاعمل له بلين اكس راي على كعب رجله صوف عشان ابين السكن. فهبص الاقي في الاكس راي باين الكعب كالكينيوس، عارفين عظمه الكالكينيوس؟ والاقي السوفت تيشو شادو بتاع السكن، اروح قايس المسافه دي. لو عدت 18 مللي في الستات او عدت 21 مللي في الرجاله يبقى ده ماشي مع اكرومتال. لكن كل الكلام ده ثانوي. هو حد يطلب بلين اكس راي سيلا تلسكوب؟ فاكرين الكلام بتاع زمان؟ ها؟ الكلام ده اتشد عليه السيفور. احنا كنا زمان نقول اعمل شيء اكس راي سيلا تلسكوب. يعملها ناتورال فيو وما ابص الاقي السيلا عامله كده. اقول بالونينج اوف ذا سيلا تلسكوب.
ثم احنا اتفقنا ان هي بتكسر الكلينوت بروسس بعد شويه، فنقول حصل سوسورايزيشن اوف ذا سيلا تيرسكا زي طبق الفنجان كسرت الجوانب بتاعتها، ثم لما تكبر قوي كانت تروح مبططه الفلور بتاعتها فتخلي دي تلزق في دي، فكنا نلاقي الفلور بتاعتها عامله كده، كنا نقول دبل فلور. الكلام ده كلام قديم، واللي هيسالك فيه يبقى راجل جاي من الكره مخصوص عشان يسالك ويرجع تاني. اكس حاجه اسمها اكس راي، كان زمان بيصمم يقول لك ايه درجات بالونينج ثم سوسورايزيشن ثم دبل فلور. الكلام ده تحشيش دلوقتي ست كلير. يبقى اول حاجه هعمل ايه؟ بايو كيمستري كروس هرمون بيزل هاند افتر واقيس الاي جي اف 1. اوعى تنسى دي، عايز بقيه الهرمونات على عيني وعلى راسي، ثم اطلب ام ار اي سيلا تيرسكا. سؤال، كنت بعمل ايه؟ ايوه انسولين انديوست هايبوغلايسيميا، مش بدي جلوكوز، انا كنت بدي انسولين عشان اعمل له هايبوغلايسيميا فيحصل له ستريس فيزيد الكوليسترول. لا، في فرق ما بين الاثنين. الاولانيه انا اديت سكر فهيطلع انسولين فيسيولوجيكال، عمر الانسولين ما يطلع فيسيولوجيكال ده ما يحرق كل السكر ودخله في هايبوغلايسيميا هيسكر الدنيا، انما الاول ما كنتش بديله سكر كنت بديله انسولين فبيحرق الجلوكوز بتاعه لدرجه انه كان لازم يدخل السكر اقل من 40 عشان اقول تست سليم. عندي سؤال، لو في طفل او واحد عنده تايبان دايابيتس، عنده تايبان دايابيتس بيتعالج بايه تايبان دايابيتس؟ وشكيت انه جاله اكرو مكان ويس جروس هرمون طلع عالي، ينفع اعمل له سبريشن؟ لا ما عملتهاش، لكن ينفع اعمل له سبريشن عشان اقول له بس لوجيك؟ ما ينفعش طبعا، ما ينفعش ليه؟ لانه ما عندوش اصلا انسولين، يعني لو انا اديته سكر مش هيطلع اصلا الانسولين عنه، عشان كده التست ده لا يصلح في تايب 1 دايابيتس. مفهوم؟ فهمتوا التعليم الانجليزي بيبقى عامل ازاي؟ فهمتوا ديفيدسون لما بيحط كل سطر فيه معلومه هو بيقيس استخدامك للمعلومه، مش اللي انت عارفها ولا مش عارفها، مشغل دماغك فيها ولا لا. يعني انا بدي جلوكوز للنورمال عشان يطلع له من عنده انسولين يزود له الاي جي اف 1 فيعمل له سبريشن، انما انا هنا عندي عندي جلوكوز لواحد اصلا ما عندوش بنكرياس يطلع انسولين، فالتست ده ما ينفعش. مفهوم؟ عظيم. اساسا هو ليه التيشو كبر؟ لان الجروس هرمون اشتغل على ريسبتورز طلع اي جي اف 1، فمين اللي كبر الانسجه؟ الاي جي اف 1. يبقى لو حاجه للاي جي اف 1 ليفل هيبقى نورمال ولا اعلى من نورمال؟ يبقى ده هو الاساس، يبقى ده هيفيدني في التشخيص لما الاقي الاي جي اف 1 عالي جدا او قاضي حد نفسه. ايوه بالظبط، وعشان كده الانسولين انابوليك. طب برضه هبيت ستارتد جروس لانه هو مش بس في البروتين ده كمان انسولين مسؤول عن زياده الاي جي اف 1. يا ولاد الفوسفيت كان زمان بنعتمد عليه قبل ما نعرف الاي جي اف 1. جروس هرمون بيعمل فوسفيت ريتنشن، فلو زاد جروس هرمون جدا هلاقي هايبر فوسفاتيميا عند العيان، فلو لقيت هايبر فوسفاتيميا يبقى جروس هرمون فعلا عالي، بس دي كنا بنلجا لها زمان قبل ما كنا نعرف نقيس الاي جي اف 1. عندي احنا اللي فاضل لنا بالظبط هاو تو مانج خمس دقائق، وكلمه هناخدها عن لو حصل حاله زياده كروس هرمون قبل الدوبك قبل عظمه يقفل. فعندنا الفول توب تو توبكس 10 دقائق عشان بس ايه نبقى عارفين حاجه. اعالج فيرست لاين اوف تريتمنت، ذا فيرست لاين اوف تريتمنت. عايز اسال سؤال، هو ايه الفيرست لاين اوف تريتمنت اوف برولاكتينوما؟ ميديكال. ذا فيرست لاين اوف تريتمنت اوف اكروميجالي از سيرجري، لان مفيش عندي دواء يقلل الحجم، بينما في البرولاكتينوما كان عندي دواء يقلل السكريشن ويقلل الحجم، انا ما عنديش دواء يعمل كده خالص في الاكروميجالي، وعشان كده ذا فيرست لاين اوف تريتمنت از مش بس لان انا ما عنديش دواء يقلل الحجم، لان الحاله عاده ماكرو ادينوما. طريقه التدخل الجراحي عندنا ممكن تتم ترانس نيزل مايكروسكوبيك، ودي الاحدث واللي بنشتغل بيها دلوقتي واللي لسه الكابيرين عليها دلوقتي احمد ابو زيد استاذ الجراحه اللي بيشتغلها. يبقى من هنا ترانس نيزل ثرو مايكروسكوبيك سيرجري.
بتوع الأنف وزن بيدخلوا هنا ترانس سبينويدال، بتوع النيور سيرجري بيفتح هنا ترانس فرونتال. خلاص. ودلوقتي في طريقة تكنيك لسه بيتجرب قريب فتحة من هنا. مهم ما انا عندي ثلاثة أبروش: ترانس سبينويدال، مايكروسكوبيك سيرجري، ترانس فرونتال. طبعا أفضل مايكروسكوبيك سيرجري. واحد خلاص كده يبقى ده الفيرست لاين اوف تريتمنت سيرجري. طب انا الحمد لله ربنا كرمني ودخلت بالمنظار وشلت، ايش ضمن انه ما يرجعش رغم انه بنوعين بيرجع؟ بنقول للعيان بعد 3 شهور انا بقى عايز اعرف الورم رجع ولا ما رجعش، رايكم اعمله بعد 3 شهور لما يجي اقيس له ايه؟ ايوه لاي جي اف 1 واقيس له جروث هرمون بيزا الدكتور صبريش، ما انا عيد تاني واعمل ام ار اي سيلا تيرس. وعشان كده لما بيجيني بعد 3 شهور بعمل الاجادات، الامور كويسه بخليها كل 6 شهور لسنه. يبقى بعمل ازاي فولو اب؟ واحد لان انا اقيس جروث هرمون و افتر سبريشن و اي جي اف 1 واعمل ام ار اي. طيب في ناس وعلى الاسف كتير عندي بيحصل لهم يعني في العالم كله فعلا بيحصل تقص، ولاقي الاي جي اف 1 عالي ولاقي كمان الجروث هرمون فعلا عالي والام ار اي بتبين ان في ريزيد دوال تيشو محترمه موجوده. ما هياش لعبه بقى، مش هدخل بجراحه تاني، مش هدخل بجراحه تاني. هنا هياتي دور سكند اند ثيرد لاين اوف تريتمنت. يبقى السكند والثيرد لاين ده ممكن اعملهم لو جراحه فين او التيومر ضغط على حتت كتير لدرجه ان الجراح خايف يخش. بقول لك لو دخلت اعمل كوارث نلجا للخط الثاني والخط الثالث. بلاش حد زملكاوي ولا حد؟ مش عارف زي ما الجو كله اسلم خلاص ماشي. فبلاش ثلاثه الخط واحد بشرطه واثنين بشرطه كده ان احنا نعمل راديو سيرابي. زمان كنا بندي الراديشن العادي فكان يخبط في التيومر ويخبط في الهيلثي سيلز وكمان يعمل كوجنيتيف فانكشن، يعني الواد ابتدى ينسى الاسماء وينسى كل حاجه ونايل على عيني كان وحش قوي. دلوقتي طبعا في جاما نايف، الجاما نايف، الجاما نايف دي موجوده عندنا هنا في معهد ناصر في المركز الطبي العالمي. الجاما نايف دي ستيموتاكتيك شارب اكس راي لوكالايز بمنتهى الدقه، العين بيلبس صبايه حديد فيها خرام بيحدد وبيخش بالشعاع بتاع الجاما نايف بره في حاجه احدث اسمها سايبر نايف، يدخل مركز جدا وبمنتهى الدقه على التشومه. هنا بقى هو فعلا بيقلل الحجم، بيقلل الحجم ويقلل السكريشن بس برضه مش بنفس كفايه ايه؟ الجراحه. مفهوم؟ عشان كده هو الخط نمره كام؟ جاما نايف اند سايبر نايف فقط. دول لوكالايز وبنعمل متابعه بعد 3 شهور بالام ار اي برضه والتحاليل، لو فضل حاجه اعمل جلسه ثانيه ما انا ما فتحتش اصلا. وممكن يعمل جلسه ثالثه. هي مشكلتها 30,000 جنيه. هي مشكلتها 30,000 جنيه. مفهوم يا اولاد؟ واللي بيعملها في جامعه نايف الاثنين اصحابي يعني. الواد وائل عبد الحليم لسه مقابله امبارح في كايرو فيستيفال، كان رايح يشتري هناك طبعا بطاقه الفلوس، قلت له ايوه اعمله. دي جامعه نايف. الخط الثالث العلاج الطبي. ولا يوجد ما يمنع ان انا احط مع الجامعه نايف علاج طبي. العلاج الطبي ده بقى عباره عن ايه؟ هو مين اللي بيقلل الجروث هرمون سكريشن نورمال فيسيولوجيكال؟ سوماتوستاتين من فوق الريبوسوم، جروث هرمون ريليز انهبيتي هرمون. فعشان كده ممكن ندي سوماتوستاتين انالوج. في ابره اسمها اوكتيرو تايد نار وفي نانو تايد تتاخد بره في الشعر مره في تحت الجلد او عضل في الشعر زي الفل بس غاليه في الحجم، لكنها فعاله في انقاص السكريشن بس ما بتنقصش الحجم قوي. وعشان كده هي مش الفيرست لاين تريتمنت. يبقى ممكن الميديكال تريتمنت يكون ايه؟ سوماتوستاتين انالوج. واحد. نمره اثنين، هو احنا مين اللي مضايقنا وكبر التيشوز؟ الجروث هرمون نفسه
ولا اللي طلعه طب الاي جي اف 1 كان بيطلع لما البروس هرمون يشتغل على الريسبتور بتاعه، فراحوا عاملين حاجه تقفل البروس هرمون ريسبتور سميها بيب، سموها بيب فيزومان، بيب فيزومان اسمها في السوق سوماتروف. تمام، هنا البيب فيزومان بيقفل الريسبتور وبناء عليه بيقلل الاي جي اف 1، فالعيان بيتحسن. طب اعمل له فولو اب ازاي؟ اعرف ازاي ان هو العيان اتحسن ولا ما اتحسنش بالدواء بتاعي بالبيبتزومان؟ اعمل ايه؟ اقيس؟ ينفع اقيس البروس هرمون؟ لا لا اكسلر، هو ده اللي انا عايزه، لان انا قافل الريسبتور البروس هرمون يعلى طز فيه، لان انا خوفي كله من ايه؟ من الاي جي اف 1. فعشان كده لما اجي اتابعه اتابعه بايه؟ اتابعه بالاي جي اف 1 كده، فاهمين؟ يبقى هنا ممكن ادي ميديكال تريتمنت سوماتوستاتين انالوج جروس هرمون ريسبتور بلوكر اللي هو البيك فيزومان. احنا لما كنا بندي ميديكال تريتمنت للبرولاكتينوما كنا بندي ايه؟ فاكرين الكاربولين دوستينكس؟ الكاربولين بيقلل الجروس هرمون بقى، فعشان كده ما تستغربوش لو لقيت حاله اكروميكالي انا كاتب لها دوستينكس او كاربولين. هتقول لي دي مش برولاكتينوما، اقول لك لانه برضه بيشتغل على السوماتوفوكس بيقلل السكريشن بس ما قللش حجمها. اخر كلامنا بقى خمس دقايق بالظبط، ده كل اللي اتكلمنا عليه. واحد كبش حصل له ضروب عظمه هتل، زاد عنده كروس هرمون فالعظم عرفته لا اسمها اكروميكالي. طب ايه رايكم بقى في عيان هنجيبه كروس هرمون زاد وهو طفل صغير قبل العظم ما يتفاد؟ يبقى العظم عنده استعداد يحصل ايه؟ يطول، فهتبقى اسمه بيتيوتري جاينت، يبقى اسمه ايه؟ طويل جدا عظيم كل شويه نمو رهيب. في الاول بيبقى فيري باورفول على فكره عضلات، بعد شويه بيبقى حصل بيرنت اوت فبنلاقي كله كولابس، بنلاقي حصل ويك نس والدنيا باظت معاه كده من كده. اهم ما يميز البيتيوتري جاينت انه ديسبروبورشنت نركز، يعني ايه ديسبروبورشنت؟ ممكن واحد يبقى طويل زرع بدل العيله كلها ما شاء الله كلها طول عادي، بس لو وقفته ويستلم السبان بتاعه من هنا لهنا هتلاقي بده طول. صاحبنا ده لو قست السبان بتاعه هيطلع اطول من طول، عشان كده هنقول عليه disproportionate giant. خلاص؟ يبقى العيال بتاعنا هيبقى جاينت وdisproportionate يعني السبان اكتر من الهايت. في الاول فيري باورفول بعد كده يحصل له ويكنس. Is it clear يا شباب؟ لو عادة العام بتاعي ده على فكرة ما بقاش ادينوما، بيبقى هايبرجليزيا، يعني ما بقاش تيومر لوكالايز، يبقى الخلايا ديسبيرسد وكبرت في العدد مش لوكالايز وكابسوليت، عشان كده بنقول عادة هايبرجليزيا مش ادينوما. حلو، يهمني هنا بقى تشخيص عادي جدا زي تشخيص حالة الايه؟ الاكروميجالي. هقيس الجروس هرمون عالي، هشوفه بعد السبريشن انا مسبريس، واقيس الاي جي اف 1 واعمل برضه ام ار اي سيلنا. العلاج بتاعنا سيرجري او ايراديشن او ميديكال. التكتين الصغيرين هنا ان هذا الشخص يطول 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 يطول، عالجته الحمد لله. طب افرض ما عالجتوش وحصل له بلوغ قفل العظم واستمر الجروس هرمون في الزياده، هيطول تاني؟ هيحصل له ايه؟ هيعرض، وده اللي هنسميه اكروميجاليك شايلد. والعيان بتاعنا اكروميجاليك شايلد هتلاقي فيه فيتشرز دي، طويل والاسبان اكبر من الهايد، بس تبص على صوابعه بتلاقي صوابعه بعد ما بقت طويله كمان عريضه ومناخيره كبرت ودانه كبرت، لان هنا البروس هرمون استمر بعد العظم ما قفل. ده هنسميه اكروميجاليك ايه؟ شايلد. الفرنشال دايجنوزز لواحد طويل احنا قلنا دلوقتي اكروميجاليك شايلد، لكن كل واحد طويل اكروميجاليك شايلد ما في فاميليا وفي ريشيال. الالمان مثلا النيروليين هتلاقوا ما شاء الله طول، يبقى هنا ممكن يبقى فاميليا وممكن يبقى ريشيا. وفي حاجه خدتها السنه اللي فاتت في الرمض، كان عنده اكتوبيك لينز بيجيله كاتر في المرفعان، وده ديسبروبورشن بعد كده. يبقى ده ديفرنشال دايجنوزز معانا. يبقى ديفرنشال دايجنوزز عندنا لغايه دلوقتي سهل، فاميليا ريشيا والبروبورشن، حاله المرفعان ده ديسبروبورشن، حاله
حاجتين بقى صغيرين قبل كده في فرينشال دايجنوستكس نختم بيه. هو حضراتكم طولكم بيقف امتى؟ لما العظم يقفل. العظم بيقفل امتى؟ وقت البيبرز 6 هرمون بيقفل صح. طب افرض واحد بقى مولود كلاينت فلت يعني عنده هايبوكوناتيس 47 اكس اكس هو ده هيخش في البيوت هيكمل يبقى العظم بتاعه اخباره ايه طويل قوي. هذا الشخص اللي هو هايبوكوناتيزم فروم ذا ستارت من البدايه هيبقى طويل جدا. الحاله دي مش مهم قوي الاسم بنسميها يونوكيزم وهذا الشخص بنسميه يونوك اللي هو هايبوكوناتيزم عشان كده طويل قوي وبرده ديسبروبورشن الاسباب اكتر من الغايه. يبقى ممكن طويل فاميليا ريشيا اكروميجاليك جاينت مرفان هايبوجوناديزم بس مش هايبوجوناديزم بعد ما بلغ يعني لو واحد كويس وبلغ وزي الفل عظيم جدا طوله قفل وراح يقف يعمل اكس راي للطفل ما خدش باله من بتاع الاشعه لبس مريالا اسمها ابرون رصاصه لو حد فيكم مسكها بدلع يعني يقول له لو ان المريالة بالذات البنات هتبقى منظر يتحط على اليوتيوب. المريالة دي رصاص يعني لو حد فاكرها مريالة مطبخ وعمل كده هتلاقي نفسها راح توقع لازقه في البلاط تقيله جدا وطبعا ممكن الاتنين يساعدوها وتتحط هنا هتاخدها وتتقلب بيها على راسها تقيله جدا عشان الرادييشن. فلو في حد لذيذ كده وخده الحماس واخد طفل بقى متعاطف مع الطفل عامل له اكس راي هو طبعا بتاع الاشعه من 60 ل 70 يلبس المريله ويديها على واشنطن ورا حاجه. فلو انت بقى خدك الحماس حضرتك وقفت جنب الواد بقى وقفت عليه دوس في الاكس راي ريحه شاط الشاط ده تست بتاع حضرتك شاطر ده بقى هايبوكوناديزم ده مش هيطلع مفهوم. لكن اللي هيطلع هو الهايبوكوناديزم من قبل البيوبرتي عشان كده العظم بتاعه ما قفلش فحصل هايبوكوناديزم هيفضل يطول يطول يطول. لكن لو حصل هايبوكوناديزم بعد البلوك مفيش بلوك تاني خلاص عظيم. وفي حاله طبعا هي جات لي من حوالي يمكن في اربع خمس شهور بنت البنت ايديها الاثنين كل ايد قد كده ايدها كده جدا وكفر ايديها قد كده البنت موجوده 7 كيلو ده فين ده الدور وعارفين الطبيعي 3.5 البنت موجوده 7 كيلو هي مبعوده لي لانه خلط حد وعمل لها فكر لما لقى ده كتير كبيره انها اكروبيجيك فراح عمل لها ام ار اي طلعت بالصدفه فيها دي نوع وتش از انسيدنتال كروس هرمون نورمال. قلت لهم دي طبعا هم بعتلها لي بتوع جامعه مالك عشان يدوا جامعه مالك قلت لهم ما تقربوش منها دي مش شكله بيجي خالص ولا بشوف تلفزيونات كف الايد قد كده كف الرجل قد كده فرونتال بوسينج دي طالعه قدام هايبر توميريز للعينين بعاد عن بعض. وابوها كان مبسوط قوي بيقول لي البنت بتضرب كل اللي اخواتها بتضرب وابوها انا الوحيد اللي ما تقدرش تضربه والله العظيم غلط ده بتاع عسلات. طبعا هو مش عارف ان السندروم ده بيبقى فيه عمق. قلت له هكلمك انت طبعا مش عايز اقول لكم على الماساه الكبرى يعني ان شاء الله بقيت مالوش حكايه. البنت عمرها حوالي 12 سنه في المدرسه اتكلمت انت من سنه ونص والغريبه ان هي نجحت في كل السنين والبنت انت اللي بتقطع نعم. المدرسة عايز يزق عشان يفضي مكان اللي جاي بعد انما لو قعد مش انتوا عارفين في الاعدادية ما عرفوش كده. فدي حاجة اسمها سوتوس سندروم سوتوس سندروم ديفرنشال دايجنوز مش عايز اكتر من كده عشان بينزل بس في الام اس كيو. سوتوس سندروم ده حالة هتتولد وزنها كبير كفين الايدين والرجلين كبار جدا طويله في هنا فرنتال بوسي هايبرتولوريزم يعني المسافه ما بين العينين بعيده قوي اجريسيف جدا والمنتاليتي ولانها طويله هتدخل معانا ديفرنشال دايجنوزز مع البيتيوتري جايلت سودوس سودروم. نشكركم على حسن تعاونكم لو هي اسئله جينيتيك ابنورمالتي في حاله